بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اخواننا اعتقد كلكم متابعين مناسبة هذه الجلسة النقاشية، هي انه مررت انا وزوجتي وابنائي بظرف استمر لي حوالي عامين، مرض ابنتي سارة رحمها الله بالسرطان ثم وفاتها يوم السبت الماضي او ليلة الجمعة على السبت، يعني صار لها اسبوع. الصحيح اني نشرت عدة مقالات وفيديوهات متعلقة بالموضوع، لكن أحس أنه لازال هناك الكثير مما أود أن أشاطره إخواني وأخواتي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا يعني إن شاء الله حاب أن أنقل لكم هذه الخبرات بقدر الإمكان. سأجعل الدروس والعبر على محاور كما ستلاحظون تلخص هذه التجربة التي مررنا فيها و تعتصر لكم فوائدها إن شاء الله. بداية يا جماعة، إحنا ليش مهم نتكلم عن هذا الموضوع، استخلاص دروس وعبر من التعامل مع البلاء، خاصة بلائك في أبنائك أو بناتك؟ كما تعلمون موضوع التربية بشكل عام في غاية الأهمية، لأن أبنائك وبناتك هم إما بوابتك إلى الجنة أو لا قدر الله هم حسرة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف ممكن يكون عدو لك؟ تهمل تربيته فيخرج منه أعمال سيئة يكون لك كفل منها، أو يكون رجلا عاقا أو فتاة عاقة تتحول إلى عذاب إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والعياذ بالله، ثم يوم القيامة كما لا يخفاكم أيضا يكونون في ميزان سيئاتنا. لذلك فالموضوع في غاية الأهمة، في غاية الأهمية. الآن نقطة مهمة جدا يا جماعة، أنه كثير منا إذا سئل ليش تزوجت، ليش أنجبت، مو كل الناس بيخلفوا عشان لازم أخلف، وكأنه يعني جزء من ديكوره الشخصي لأنه لازم ينجب وبالتالي هو أنجب. بهذا المفهوم الإنجاب في هذا الزمان خطير للغاية، لأننا كما تعلمون في زمان صعب جدا، وبالتالي أنت قد تكون تنجب قطع لحم للنار والعياذ بالله. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ينبغي أن ينشر ويتعلم ويعلم، رواه البخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، أو إلا لم يرح رائحة الجنة. شوف التعبير النبوي، ما من عبد استرعاه الله رعية، ما قال لك النبي فلم ينصحهم، لا، فلم يحطها بنصحه. تصور أنك أنت ابنك ماشي فيه بطريق خطرة، بيجيله رصاص، بيجيله حجارة، وانت عمالك عامله زي البادي جارد، بدك تحرسه وتدفع عنه هذه المخاطر كلها. فلم يحطها بنصحه، ايش الجزاء يا رسول الله؟ الا لم يرح رائحة الجنة. تهديد خطير جدا. فالمسألة ما في نيوترال في انجاب الاولاد، ما في انه لا لك ولا عليك، يا اما لك ويكونون في ميزان حسناتك، او ولد صالح يدعو له، او العياذ بالله تسمنهم للنار ثم لا ترح بعدهم برائحة الجنة. طيب، الآن لما نتكلم عن التربية والتعامل مع الأولاد، من أهم أشكال النجاح في التعامل مع الأولاد النجاح في محطات ابتلائهم. هذه المحطات تكون خافضة رافعة، في ناس بهذه المحطات بيرتفعوا هم وأبنائهم، ربنا بنشلهم نشلة، وبيرتفعوا درجات عند الله في الجنات، وفي ناس للأسف تتسبب لهم في السقوط والشك والكفر لهم ولربما لأبنائهم أيضا. أحد الإخوة راسلني قبل أيام معزيا بقول لي: يا عظم الله أجركم أحسن الله عزاءكم، أنا بصراحة يا شيخ إياد، أنا كان لي ولد جاءني بعد انتظار، لا أقول هو فلذت كبدي بل هو روحي تمشي على الأرض، أصابه مرض ومات، ومن يومها تحطمت حياتي وأصبحت أنصح الإخوة ألا ينجبوا وألا يتزوجوا. هون إخواننا دخلنا في تشكيك في حكمة الله عز وجل من سنة التزاوج والإنجاب. هنا انتقلنا إلى التعلق المرضي بالأولاد. دكتور عبد الرحمن ذاكر مهتم بقضايا الصحة النفسية، يعبر عن ذلك بأن هؤلاء الأشخاص يكون عندهم عدم أنس بالله
وعدم أنس بأنفسهم، عندهم تصحر قلبي داخلي وبالتالي يتعلق بشيء خارجي، هذه مشكلة، هذه أصبحت ظاهرة تعلق مرضي. في الوقت ذاته بعض الناس ينظر تنظيرات خيالية مثالية ليست من السنة في شيء. قد تجد في سيارات بعض الوعاظ أن الله ابتلى إبراهيم بذبح إسماعيل عليه السلام أو بأمره بذبح إسماعيل لأنه غار على قلب إبراهيم فأراد أن يذبح منه محبة إسماعيل. لا، مش صحيح، مش صحيح. ليس مطلوبا منك أن تكون عاطفتك تجاه أولادك فاترة، ولا مطلوب منك أنك ما تستمتع بحركاتهم وضحكاتهم وتسر بذلك أي ما سرور. بالعكس، بالعكس، أصلا أنت بذلك تصل إلى مقام الشكر عندما تجد ترى أولادك بحركاتهم الجميلة هذه وتشكر الله عليها، هذا يوصلك إلى مقام الشكر. لكن الخطير يا أخواني إذا تحولت هذه المحبة إلى شرك خفي، أو إذا أدت هذه المحبة إلى أن تجاملهم على حساب الدين. ابنك بنتك بطلب منك شيء تسمع وتطيع وإن كان في معصية الله، لا، هنا صار في إشكال. والحد الفاصل يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما كان في أحد، أب ولا جد، مشاعر جياش، عاطفة جياش أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث في ذلك كثيرة. كان يخطب عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، فأتاه الحسن والحسين حفيداه لابسين دشاديش حمراء، القميص في المصطلح القديم زي الدشداشة حاليا، لابسين دشاديش حمراء منظرهم حلو وسيمين ولدين صغار يمشيان ويتعثران، لسه في أول مشيتهم بيمشوا وبتكعفل، بيمشوا بيقعوا على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة، نزل، حملهما، صعد إلى المنبر من جديد وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما رأيت هذين الصبيين يمشيان ويتعثران لم أصبر حتى نزلت فحملتهما. مشاعر جياشة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا أخذ بيد أبي هريرة وانطلق إلى المسجد وجلس في المسجد وقال: أين لكع؟ أدعو لي لكع. لكع يعني صغير السن صغير العقل، زي ما احنا بندلع أولادنا. فأتى الحسن يشتد، يعني بركض بركض بركض، حتى قفز في حبوة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام محتبي ضام رجليه بإيديه، فقفز الحسن في حبوته، فقبله النبي وعانقه وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قالها ثلاثا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. عليه الصلاة والسلام كان يحمل حفيديه على كتفيه ويقول نفس الكلمة: اللهم إني أحبهما فأحبهما. عاطفة جياشة. لما ذهب إلى إبراهيم وكان عند مرضعة له يقبله ويشمه، يعني حب شديد، ذهب إليه مرة أخرى فإذا هو يجود بنفسه في النزع الأخير، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم ذرفت ثانية وقال المقولة المعروفة: إن العين لا تبكي أو لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. عاطفة جياشة. لكن هل هذا أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى جزع أو سخط أو خوان روحي أو تصحر في حياته لما أراد الله أن يأخذ منه إبراهيم أو القاسم أو عبد الله أو زينب أو أم كلثوم أو رقية؟ لا، هناك غنى نفسي. نعم، يسر بهم، يحبهم، يحب حركاتهم، يأنس بهم، لكن إذا قضى الله عز وجل أن يأخذهم منه فإنه يسلم ويرضى عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ، وأرجو أن يكون يسمعني، صار في خربطة في الموبايلات مش قادر أرسله الآن، لكن أرجو إن شاء الله الكلام يوصله. هذا الأخ أقول له: احذر من أن تكون بخيلا مع الله. يعني لو أنت يا أخي اللي قلت هذه الكلمة: ابني كان روحي يمشي على الأرض، اصطفاه الله، الله توفاه وبالتالي تحطمت حياتي، بدي أسألك سؤال: لو كان ابنك هذا معاقا، هل كنت ستشعر بنفس الشعور؟ يعني معاق لسه ما تعلق قلبك به، مرات تكون ابن معاق وبتعلق القلب به. محل الشاهد أنه معلش قد يأخذ الله منك شيئا غاليا جدا، جد به لله عز وجل، جد به لله. مش مطلوب منك أنك ما تحب أولادك، لا، حبهم ولتكن عاطفتك جياشة، لكن أحب الله أكثر منهم، بحيث إذا الله أراد أن يأخذه منك قل: تكرم يا رب، هذا لله وأنا أعطي كل شيء لله.
الله يا جماعة تذكروا أن الله عز وجل مش بس اشترى منا أولادنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كثير منا بيقول والله يا ريت الباب مفتوح، يا ريت أستطيع أن أبيع نفسي ومالي في سبيل الله. طيب أنت وأنت في مكانك، الله سبحانه وتعالى أخذ بضعة منك اصطفاه له سبحانه وتعالى، تبخل على الله؟ تبخل على الله؟ فمحل الشاهد من هذا الكلام، مطلوب أنك تحب أولادك، تتعلق بهم ما في مشكلة، لكن ليس تعلقا يؤدي إلى انتكاسة وخواء روحي وجزع، وأيضا فلتجد نفسك بهم لله سبحانه وتعالى. طبعا على سيرة التعلق، سارة كانت بنتي البكر، ويعني انخطبت وهي دون الثانية من عمرها كثير، كنا كل ما نروح مكان على محلات على زيارات تنخطب. فأذكر أني ألفت لها قصيدة كان من أبياتها، من أبياتها، ويعني هي أشبه أولادي بي كشخصية وكعقلية وكطباع، أشبه أولادي حقيقة. فألفت فيها أبياتا منها: لبنت روحي تهواها ويهيج القلب لذكراها، هي مني وكأن دمائي بعروق الطفلة مجراها، علقت في ذهني ضحكتها أسرت أفكاري عيناها، زهراء ودود ناعمة أنسى همي حين أراها، يا حزني عند تباعدها يا أنسي لحظة ألقاها، قد أنسى اسمي يوما لكن لا يمكن أبدا أنساها، هي سارة هي سر سروري، هي من دنيانا أحلاها، يا رب احفظها واجمعنا واجعل جناتك مأواها. ترى يا إخواني كان في تعلق، نعم ولا زال طبعا في تعلق، لكن سبحان الله البلاء يربي، ربك عز وجل يربي. أنا ما تصورت في يوم من الأيام أني هيك أقف متجلدا صابرا أموري تمام بعد أن أقيد ابنتي. أتذكر أني تعرضت لبلاء صعب قبل 9 سنوات، فجاءتني أختي زائرة، فقلت لها يعني إيش أصعب في اعتقادك، أني أكون في هذا البلاء ولا يصير إشي في سلامية إصبع واحدة من بناتي؟ لا والله أكون في اللي أنا فيه ولا يصير شيء في سلامية إصبع واحدة من بناتي. مرت السنوات وربكم يربي، وصار شيء في أكثر من سلامية الإصبع، والحمد لله رب العالمين، ربنا ينزل سكينة. طيب الآن العنوان التالي يا جماعة، إذا يعني خلاصة العنوان اللي ذكرناه أنه خلينا نعرف نكون متوازنين. ليس مطلوبا منك أن تكون جاف المشاعر، لا، حب أولادك وحبهم بعاطفة جياشة مثل النبي عليه الصلاة والسلام، تكون متبعا لسنته، لكن ما الذي يصبرك عند البلاء؟ ما الذي يصبرك إذا فقدت أحدهم؟ أنك تحب الله أكثر، تجود بهم لله عز وجل، ما راحوش خسارة، لا، قربتهم هدية لله سبحانه وتعالى. طيب الآن المحور التالي: ما القيم التي أغرسها في أبنائي؟ محاضرتنا اليوم مش محاضرة تربوية عامة، ما القيم بشكل عام، ما القيم التي أغرسها في أبنائي بحيث إذا تعرضوا لبلاء يصبرون؟ ما القيم التي أغرسها بحيث إذا تعرضوا لبلاء يصبرون؟ طيب أعتقد أهم قيمة على الإطلاق تعظيم الله، وبالتالي الاستعداد للتضحية في سبيل الله. الأولاد الصغار بفهموا الكلام؟ آه طبعا بفهموا هذا الكلام بفضل الله. قصة بنشئ أولادي عليها وبعيد وبزيد فيها وبذكرهم فيها، قصة الذي طلب من أولاده أن يحرقوه، تعرف حضرتك؟ لما توفى طلب أولاده يحرقوه عشان رب العالمين ما يحاسب. نعم يعني الحمد لله أنك تعرفها، للأسف هذه القصة مش منتشرة كفاية، مع أنه رواها البخاري وغير البخاري، قصة صحيحة. أكرسها في أولادي دائما حتى أركز عندهم معلومة: ترى يا ولد يا بنت، اطلع من الدنيا بتعظيم الله عز وجل، والله يرجى لك الخير عند الله. للي ما بعرف القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. صور واحد عايش 60-70 سنة سيرته منيلة بالمرة، حتى إذا حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال: أي أب كنت لكم؟ كيف كنت معكم يابا؟ قالوا: خير أب. يمكن كان حنون على أولاده لكن مش لوجه الله، مع الله كان سيرته سيئة تماما. قال، شوف الوصية الغريبة: فإن أنا مت فحرقوني، حتى إذا كان يوم ذو ريح فانسفوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أولاده فعلوا، حرقوا، انتظروا يوم كان الريح رايحة جاية، طحنوه شوي هيك شوي هيك شوي هيك، فتفرق على رؤوس الجبال وفي الوديان وفي الأنهار. بزبط هذا الكلام مع رب العالمين؟ فجمعه الله فمثل أمامه فسأله، والله أعلم وربك أعلم.
أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ ربنا يريد أن يسمعها منه ويعلمنا إياها. قال: يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. عنده شيء من التعظيم ولا ما عندوش؟ عنده يقينا. ما كانش إنسان مستهزئ مستهتر بالله عز وجل، كان إنسان سيء، لكن عنده شيء من التعظيم للأصل التعظيم لله. يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. قال رسول الله: فغفر الله له. هذا الحديث يعني بس هيك ثلاث كلمات برن حلقة وفودانية، ويريد في نعلمها لأولادنا. ترى إذا بتعظم الله والله يرجى لك الخير عند الله عز وجل. فتعظيم الله، إذا عظم ولدك الله، عظمت بنتك الله، يستطيب أن يضحي في سبيل الله عز وجل. ترى يا جماعة تستغرب أحيانا الفرق الباطنية والحشاشون والإسماعيلي، فرق ضالة، بتلاقي أنه بدأت بأشخاص قليلين ثم كثرت ثم أصبح عندهم استعداد للتضحية في مبادئ، في سبيل مبادئ باطلة. لقنوا أولادهم، أرضعوهم، جرعوهم التضحية في سبيل مبادئ باطلة. ظنك إذا أنت لقنت ابنك تعظيم الله الحق سبحانه وتعالى ما بتشرب قلبه؟ لا والله بتشرب قلبه، لأن هناك فطرة ستجذب هذه المعاني كالمغناطيس. بس دير بالك، إذا أردت من ابنك أن يحترم تعظيمك لله، أردت أن يحترم تعظيمك الحق لله، فلا تعظم إلا الله، رسل الله، كتب الله، شريعة الله، وما ينجم عن ذلك، وما ينتج عن ذلك. إذا عظمت قيمة أخرى، أشخاصا آخرين خارج هذه المنظومة، تسقط أنت وتعظيماتك ومعاييرك من عين ولدك، فهذا يضر بتعظيم ولدك لله. واضح هذا المفهوم؟ يا آية لا عيد ولا ما عيدش؟ طيب وعيد كمان. إذا بدك ابنك يعظم الله حق التعظيم، لا تعظم إلا الله وما يتفرع عن تعظيم الله عز وجل. إذا مشيت مع بعض الموجات العامة والتيارات العامة والمفاهيم العامة وعظمت ما سوى ذلك، ما خرج عن منظومة تعظيم الله أو ما يضاد ويحاد منظومة تعظيم الله، اعلم أن ذلك سيضر بمعاييرك في عين ولدك، وسينعكس سلبا على تعظيم ولدك لله عز وجل. لا، عاود ابنك أنه يا ابني عظم الله وما يتفرع عن ذلك، منتهى الاستخفاف والاستهانة بما سوى ذلك، حينئذ يعظم الله حق التعظيم. قيمة أخرى تغرسها في قلب الولد حتى يستطيع بتضحية في سبيل الله، محبة الله عز وجل. أنا أولادي، تعال يا ولد، إذا حكوا لك في المدرسة الله بحطك في النار، غلط. الله بحب الأطفال، الله ما بحط الأطفال في النار، الله رحيم بالأطفال، وبالتالي ينشأ يحب الله عز وجل. التعظيم والمحبة. أيضا الغير على حرمات الله، إنكار المنكر، عشان ابنك وبنتك يعيشوا في سبيل قضية. سارة رحمة الله عليها كان عندها مسألة إنكار المنكر بكثرة، تجيني من المدرسة، يعني حتى لحد الدوشة إنكار المنكر كانت تدوشني كثير، تجيني من المدرسة: يا بابا اليوم المعلمة حكت الحديث الفلاني، مش أنت حكيت لنا هذا الحديث باطل؟ آه والله يا بابا باطل، بدي أكتب لك رسالة وديها للمعلمة إنه هذا الحديث اليهودي اللي كان يحط القمامة على باب بيت النبي حديث باطل، وديه يا بابا. ثاني يوم تجيني: يا بابا الأستاذ الذكر حكى لبنت الكلمة التالية، صاحب هذا غير مناسب؟ آه غير مناسب يا بابا، وهينا بدنا نخاطب المدرسة. تجيني بعدها تقول لي: بابا المعلمات والبنات كلهم مجتمعات علي بيحكوا لي انك انت عقدة واللي بتعملي غلط وما في داعي لهذا الكلام، تعال ساعدني. يعني هي مش تتخلى عن مبدأها، لا، تعال احكي مع المدرسة عشان ما يظلهم يحكوا معي بهذه الطريقة، واروح اساعدها. تعلم ابنك انكار المنكر حتى يعيش من اجل القضية. ما علاقة هذا بالبلاء؟ الولد والبنت اللي بعيش في سبيل الله عز وجل بعيش لقضية، اذا اصابته مصيبة شخصية تهون عليه مصيبته الشخصية، بينما إذا كان معزول عن الواقع، معزول عن الحياة، يعيش لذاته زي كثير من بنات هالأيام، لا أظافرها، تسريحة شعرها وصندلها الجديد، أي مصيبة تمسها طبعا ستهز كيانها، لأنها ليس عندها اهتمامات غير هذا. أذكر أن أولادي سارة وغيرها كنت أنشد معهم أبيات حتى نكرس هذه المعاني، معاني العيش من أجل قضية: كن للإله ناصرة وأنكر المناكرة ولا تعد نافعا سواءه أو ضائرة، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرة، واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرة، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة. طيب أيضا من أهم المعاني اللي تكرسها في ابنك وبنتك علشان ما يهتز عند البلاء، أن الدنيا ليست دار جزاء بل هي دار بلاء، وهذا مهم جدا جدا جدا. ترى جماعة من أفحش الأخطاء التي نقع فيها تربويا: يا ولد صلي عشان الله يوفقك في دراستك،
ايش رايك تدفع زكاه، تدفع مال للفقراء عشان الله يزيد لك في مالك، يمكن يجيك اموال من مصادر اخرى. عمالنا بنحط هدف للاولاد، جزاء للاولاد دنيوي ولا اخروي؟ دنيوي. وبالتالي اذا الولد عمل خير ثم ابتلي مش حيفهم ايش العمال اللي بصير. لا، نعلم ابنائنا انك تفعل الخير عشان الله يحبك، عشان الله يكون معك. كيف يعني الله يكون معك؟ ان اصابتك سراء جعلك من الشاكرين، وان اصابتك ضراء جعلك من الصابرين، فالله بهذا معك وبملأ لك قلبك سعاده وطمانينه، ويوم القيامه بتروح على الجنه. نكرر عباره الجنه الجنه الجنه، تعليقهم بالجنه. مثلا اذكر من القصص التي يعني كنت اعمل قصص للاولاد قبل النوم، وهذا من اهم المحطات والوسائل التربويه، قصص ما قبل النوم. فالقصة اللي حكتها سارة في حلقتها الأولى والأخيرة، هي سجلت حلقتين نشرنا واحدة، القصة اللي حكتها عن أبو شو سمته، أبو عبادة، أبو عبيدة. القصة اللي حكت عن أبو عبيدة هي سارة ما شاء الله كنا لما أعمل قصة تحفظها، وحتى لو طلب في المدرسة إنه اكتبوا لنا قصة تروح تفرغ القصة اللي كنت حاكيها عبر ليالي طويلة. فقصة أبو عبيدة هذه كنت عاملهم إياها يمكن على 12 قصة. الآن في هذه القصة بجيب قصة هذا الرجل اللي اشتغل 40 سنة في الإمارات، وبالفعل هو هكذا، ثم في النهاية لم يسكن في القصر الذي تعب وشقي حياته من أجله. بجيب بعدها ابنه أحمد الوسطاني ورث عن أبيه، فالمال الذي ورثه عن أبيه شو عمل فيه؟ في وجوه الخير، بنى فيه عمارة للاجئين وسكن مع اللاجئين وصار يحنحن على الأولاد، وبعد ذلك أصيب بالسرطان. فنطل لي ابني قولي كيف يا بابا عمل كل الخير وصاب بسرطان؟ أنا نعم بصيب بسرطان، لكن عاش حميدا ومات سعيدا ويدخل الجنة إن شاء الله. نعم المؤمن سيبتلى، أبوه للأسف ما انتفع بماله، لكن أحمد انتفع بماله. يا ابني انتفع بماله والله كان معه، الله سكب في قلبي طمأنينة والرضا وأسعد أولاد المسلمين، ومات ومشى الناس في جنازتي وهو الآن عند رب العالمين. شو بدك أحسن من هيك؟ فإذا يا جماعة نعلق قلب الأولاد بالآخرة، ونذكرهم أن الدنيا ليست دار جزاء، إنما هي دار بلاء، وإنما النعيم الذي تأخذه في هذه الدنيا اللي مضمون 100% طمأنينة في القلب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب كيف أغرس هذه القيم؟ نتكلم عن قيم كبيرة ومعاني ضخمة، تعظيم الله، محبة الله، تعلق بالآخرة، الدنيا مش دار جزاء، كيف تغرسها؟ طبعا أول شيء القدوة العملية، وما أزكي نفسي، إحنا كلاتنا الله يحن، الله يعني يتوب علينا ويستر علينا، لكن بنحاول ونتعثر ونتشاطر ونتشارك هذه الخبرات عشان إن شاء الله ينفع بعضنا بعضا. وعليكم السلام. فالقدوة العملية يعني أنا تعرضت لظرف معين، وكانت بنتي تأتيني في هذا الظرف ترى الاستبشار على خلاف المتوقع، استغل فرصات زياره معينه في ربع ساعه، يا ساره سمعي لي السوره الفلانيه، تعال احكي لك القصه العلانيه، عامل برنامج للقاء قصير. فالبنت لما تيجي اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ابي يبتلى في سبيل الله وهي مبسوط وراضي وايجابي وبيعلمني، اذا تتشرب هذه المعاني حتى لو لم اقلها بلساني، شافت في قدوه امامها. من افضل وسائل على الاطلاق يا اخواننا دور القصه، القصه قصه ما قبل النوم، وانا هذه احثكم عليها جدا جدا. كيف تسوق قصة؟ طبعا أنا يعني صرت معطي أولادي يمكن 12 قصة 13 قصة، وكل واحدة منهم تكون سلسلة في العادة، والسؤال المتكرر موجودات عندك؟ للأسف لا، في ثنتين مكتوبات وصار لي أكم من سنة بأجل أني أنقحهم وأطلعهم، إن شاء الله بنطلعهم، لكن بدي أغششكم طريقة صناعة القصة. كيف تصنع قصة لابنك؟ أفضل طريقة وجدتها في التعامل مع أبنائي تأتي بقصة لها أصل وتضيف من عندك تفاصيل شيقة مما يهم الأولاد، قد لا يكون لها فائدة تربوية لكن يكفي أنها تجذب، ثم تضمنها المعاني التي تريد بطريقة التفافية غير مباشرة. مثلا قصة أبو عبادة اللي 12 حلقة كانت تقريبا، كانت فكرتها ببساطة، طالع أنا وبعض زملائي في عزاء لوالد إحدى الزميلات، بنى فيلا في إربد ولم يسكنها، فبالمناسبة أحد زملائي قال ابن عم والدي فلان الفلاني اشتغل في الإمارات 40 سنة وكان يبني قصر في خريبة السوق، والقصر للي بيشوفه الآن الحجر الخارجي للسور زي حجر القصر نفسه، والحجر واقف وقوف، هذا ما يميزه وليس أفقيا. قال فكان يبذخ كثيرا في الإنفاق، قال فوالدي
حكى لفلان حرام عليك يا ابو فلان يا رجل كل هذا الصرف، يا اخي اصرف اقل، اسكن لك قصر العالم والناس بس بلاش هذا البذخ. قال له يا ابو احمد 40 سنه في الغربه بدي استمتع بفلوسي. وبالتالي صاحبنا اشتكى من اعراض، راح فحص قالوا له عندك سرطان قولون، شخصوه حاول عجوبه نفش معه، راح على امريكا تو ليت ماي فريند، ارجع لبلدك. راح بات هذيك الليله وثاني يوم على المقبره. هذول الكلمتين هم حكى لنا اياهم دكتور احمد صاحبنا، عملت عليهم 12 حلقه. بتضيف بعض شو بحكي للاولاد، بقول لهم ترى يابا اصل القصه صح، وبعض التفاصيل تجميع من الحياه الواقعه، وهكذا هو الامر بالفعل، لكن اضمنها كثيرا من التفاصيل. كيف هذا الرجل شقي وتعب وكدح وسهر وتعب ومرض في سبيل ان يبني هذا القصر، وادى ذلك الى اخلال بواجباته الدينيه، الى تخريب علاقاته الاسريه، الى طلاق من زوجته. طبعا هذه المعلومات مش عندي، لكن انا بحكي لهم اصل القصه صح، وانا في عندي اضافات. بعطيهم تفاصيل تشويقيه، كيف كان شكل القصر واسماء ابنائه واشكال ابنائه الى اخره، تفاصيل قد لا تكون مفيده لكن على الاقل تشد الاولاد. واضمنها المعاني التي اريد، خاصه عدم التعلق بالدنيا ومادياتها وتعليق القلب بالاخره، خاصه هذا المعنى. مثلا طبعا لما اعطيهم هذه القصص اللي بصير مرات انه لما يقرا القران نقف عند ايه معينه، قل يا بابا مش هذا زي اللي صار مع فلان، انا من غير ما استشهد بالقران حتى لا يكون في وعظ مباشر، بس هو لما يقرا الايه بيقول يا بابا مش هاي الايه تتكلم عن فلان مثلا، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، مش هذا زي صار مع فلان، صار يربط القران بالحياه الواقعه. او مثلا قصص الرسوم، اظن كثير منكم عارف ريمي وهي القصص القديمه، طبعا بتحزن، طبعا في مرات بيكون مبتناها فاسدا، مثلا ساندي بيل وطلعت هاي الفتاه بدهم يكرسوا المعاني الحريه والاستقلاليه للانثى في المجتمع الغربي، لا فانت والتبشير. مثلا ريمي كان اخر مشهد وهو بيلتقي بامه في دير من الاديره ويتدلى الصليب على صدرها، مشهد مؤثر يعني شوي بدك تبكي معه. فالفحوى اصل القصه، ولد ضاع عن والدته والبحر واغمي عليه الى اخره، بتنقح بتزيد بتضيف بعض المعاني العميقه وبتعملها سلسله. طبعا ايضا مرات في مفاهيم تشوه جدا في نفوس الاولاد، مفهوم التسامح مع الاديان الاخرى، تقبل الاديان الاخرى، تقبل بمعنى هنا انه يعني انتم على صح احنا على صح، كلنا ديانات ابراهيميه، لا استطيع ان اخطئك، الحق نسبي، مثل هذه العبارات التضليليه. ايضا من خلال قصه تعالجها. مثلا برضه عملت لهم قصه عن اناس من سوريا اضطروا الى الهجره الى السويد، وكيف في السويد تعرض احد الاولاد او يعني احد الاثرياء غير مسلم ملحد، حط عينه على هذا الولد انه بده يتبنى لما عندوش اولاد، وكيف ابوه عانى استطاع بالفعل ان يشكوه للشرطه ويعمل ملف اساءه التعامل مع الولد. قصه طويله، من خلال هذه القصه بجيب انه في احد النصارى اللي كان موجود هناك ساعد المسلم والد الولد، ساعده في استرداد ولده وكان حنونا معه وعطوفا، وبالتالي كيف حرص هذا المسلم ان يرد الجميل الى هذا الرجل النصراني، ان دعاه الى الاسلام بالحاح ومثابره واصرار، وكان في خاتمه القصه انه اسلم. ان بدك ترد الجميل لمن يحسن اليك في الغرب مثلا، ما بترد الجميل بان تقول انت واحنا صح والحق نسبي وتجاملهم في دينهم تروح تزورهم في كنائسهم، لا، وإنما ترد الجميل بأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. مثل هذه المفاهيم العميقة والكبيرة ما في طريقة بتوصلها مثل القصة. أيضا مثلا من أشكال القصة بتذكر سارة رحمة الله عليها لما بعد مشوار علاجي طويل ومرهق ومتعب من كيماوي ثم عملية جراحية كبيرة ثم كيماوي ثم علاج طبيعي ومعاناة طويلة، في آخر جلسة كيماوي بعد العملية الجراحية نكتشف أنه السرطان طالع للرئة. طيب وبالتالي ما المطلوب؟ المطلوب نبدأ بكيماوي آخر احتمالية نجاحه ضعيفة جدا جدا. بلغت انه راح معلش في عندك شوية نقاط في الرئة وراح نبدأ بكيماوي جديد. طبعا كانت تنتظر انه خلص خلصنا الكيماوي، راح يطلع شعري من جديد وراح اعيش حياتي من جديد وارجع اركض زي ما كنت اركض، وكانوا البنات يحسدوني ان انت اسرع وحدة يا سارة، مبسوطة البنت. لا تبلغ بانه لا طالع الرئة وفي كيماوي جديد. بذكر يوما الحمد لله أعيد وأؤكد بنتي لم تجزع يوما لم تسخط يوما على قضاء الله بفضل الله تعالى. في بلوك أصلا على هذه، يعني هاي الفكرة، فكرة أنه اعتراض على الله في عليها بلوك ما ظناش واردة أصلا في تفكيرها بفضل الله تعالى. لكن طبعا بكت، أنا بدي أبدأ كيماوي جديد، أنا بدي أبدأ كيماوي جديد، أنا الشعر تاني. فوحنا مروحين من المركز أنا ما بدي أبدأ كيماوي، قلت لها يا سارة
أحكي لك القصة، رواها البخاري. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا مسنا أصابته القشعريرة، طبعا ما كان في تشخيص دقيق، واضح أنه كان عنده مرض شديد ومقشعر على الأخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: ليست بطهور، بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. صار يسجع لنا يمين شمال. فماذا رد عليه النبي؟ هي كذلك، هي كذلك. لو كنت بدك إياها طهور بدعوة النبي شخصيا كان طهور، لكن بدك إياها حمى تفور كما تريد. قال الراوي، والرواية في البخاري: فمات من ليلته. أصعبها من النهاية، فمات من ليلته. قلت له: شوف يابا، هذا لو أنه صبر الأكل من ساعة كان على الجنة على طول. حكى هذا الكلام، انتقل إلى ربه جزعا، سكتت، وسكوتها مرات بطلع في عينيها أنه المفهوم اخترق، السهم اخترق، وصل القلب واستقر هناك. وانبسطت كثير لما سمعتها بالليل تحكي لأخوها القصة، يعني القصة عجبتها تحكي لأخوها القصة. فالقصص يا جماعة، إذا الله سبحانه وتعالى يثبت أنبياءه بالقصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فما بالك بالأطفال. طيب، طبعا من أهم الوسائل تعليقهم بالقرآن، قراءة القرآن سوية، إنك تجلس تحط بنتك في حضنك، تحط إيدك عليها تقرأ القرآن سوية. شاركت سارة في آخر مسابقة، في مسابقة العطل الصيفية الماضية اللي عملناها بعنوان ليتدبروا آياته. وإذا ربنا قدر أن نعلن عن مسابقة أخرى موسم ثاني هذا العطلة، أنصحكم جدا جدا أن تشركوا أبنائكم فيها. مين أولاده شاركوا فيها؟ أوه، مين أولاده شاركوا في مسابقة ليتدبروا آياته؟ أيوة، 0%. طيب، أعتقد المسابقة والحمد لله كانت نافعة جدا، علقت الأولاد بالقرآن. أنا ما بيعجبني أبدا نمط مسابقات ما أطول كلمة في القرآن، ما أطول آية في القرآن، بصراحة معلومات لن تفيد الولد. لكن الله عز وجل حرم الغيبة، أنت إذا صاحبك تحكي عنه كذا كذا، وين هذا المعنى في السورة الفلانية؟ بروح بطلع لك المعنى، تربط الولد في القرآن. طيب، مثلا سارة كانت غير أن تقرأ وتشارك في مسابقات تتدبر. أتذكر من أسئلتها الأخيرة فيما يتعلق بالقراءة، بتقول لي: بابا، ليش الله بيخلقهم بعدين بهينهم؟ كيف يا بابا بيخلقهم بهينهم؟ حكت لي: هاي الله يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إيش فهمت؟ إن المبتلى بعاهة أصم أو أبكم، إنه هذا ربنا كأنه يسبه. لا يا بابا، هذا الأصم عن سماع الحق، الأبكم عن قول الحق. فهمت، وبالتالي تعلق أولادك بالقرآن، تعودهم فهم القرآن، هذا أيضا من المثبتات إذا ما أصابهم البلاء. طبعا من أهم الأشياء إخواننا توطيد العلاقة، مشاركتهم في اللعب، مش مضيعة للوقت أبدا، بل اعتبرها قربة إلى الله تكسب بها حسنات. إنك تلعب معهم غماية، تلعب معهم حامي بارد، بلعب معهم مرات لعبة بسيطة جدا، بجيب ورقة A4 بقسمها، برسم شجرة وشجرة، ولد وولد، بنت وبنت، بلون وبلون، وبنقلبها بنخربشهم، بعدين بيكون الشاطر اللي بطلع صورتين زي بعض، يعني بيكونوا مرتبات. المهم شيء ينمي الذاكرة، أي شيء فيه مشاركة في هذا الزمان اللي كل واحد عينيه في الموبايل، لا، نسيب الموبايلات على جهة ونعمل شيء من المشاركة. توطيد العلاقة ينفع لماذا؟ قد يصل ابنك لمرحلة أو بنتك لمرحلة إنه بصبر علشانك، معلش هو غير مكلف، فلو صبر وتحمل لأجلك مش مشكلة، ما بده يكسر خاطرك بأنه يحكي كلمة وبالتالي أنت تتضايق من أنه يقول كلمة جزع، فمعلش. أيضا من أهم الأشياء اللي بتوطد العلاقة توصيل الأولاد إلى المدرسة، يعني هذا مما أنعم الله به علي السنة الماضية. يعني سارة طبعا آخر فترة بطلت تروح على المدرسة، لكن قبل ذلك نروح وإحنا رايحين أوصلهم، وبعض الأيام وإحنا راجعين حسب دوامي في الجامعة أرجعهم. الجميل أنه الولد بيكون في عنده مشكلة صارت في المدرسة، معلومة خطأ سمعها للأسف أحيانا من أساتذة، بيحكي لك إياها في السيارة فبتعالجها للتوي وللحين. فأنا أنصح جدا كل أب أنه هذا مشوار المدرسة يحرص قدر الإمكان أن يوصل أولاده منه وإليه. هذا كل الكلام اللي حكيناه يا جماعة كان تحت عنوان إيش؟
معاني تغريسها وكيف تغريسها لسه قبل ما نوصل لمرحلة البلاء. بدك يكون في تهيئة، يكون في وقاية قبل ما نوصل إلى اليوم الذي يصاب ابنك أو بنتك فيه ببلاء. أسأل الله أن يعافيكم وأبناء المسلمين أجمعين. وبالمناسبة ما دام صرنا حاكين عن بعض المعاني وغرسها في الأولاد، أنصح كثيرا بالاطلاع على 3 أشرطة للأستاذ هاني بن علي آل عبد القادر. اكتب على الإنترنت هاني بن علي آل عبد القادر، 3 أشرطة، واحد بعنوان طفلك من الثانية وحتى العاشرة، والثاني أساليب عملية في التعامل مع المراهقين، والثالث كأنه أبناؤنا أو نحن أبناؤنا. هاني بن علي آل عبد القادر، مرة بتشوفها مكتوبة بالغلط العبد القادر، هي آل عبد القادر. أظن الأخ كويتي وأشرطه مميزة بصراحة، من أفضل ما سمعت في التربية. طيب الآن هذا كلها كانت مرحلة تهيئة، وقع البلاء، الله يعافينا ويعافيكم ويعافي أبناء المسلمين أجمعين وأبناءنا. إذا وقع ابني أو ابنتي في بلاء، كيف أتصبر أنا على بلاء ابني أو ابنتي؟ أنا إخواننا عامل سلسلة من زمان بعنوان فن حسن الظن بالله، أظن 25 حلقة، اللي طلعوا عليها والحمد لله بيحكوا إنها عملت فرق في حياتهم بفضل الله تعالى. فن حسن الظن بالله 25 حلقة قصيرة، أنصحوا بالرجوع إليها. وأيضا جئنا لكم بمطويات ممكن تطلعين، هاي المطويات متعلقة بالتعامل مع البلاء ومحبة الله والصبر والرضا وهذه المعاني. يريت اللي بيأخذها بعد ما يخلص منها يعطيها لمن ينتفع بها، بس ما تنرمي لأنه فيها اسم الله عز وجل. الآن فهذه يعني بشكل عام. الآن أنا لما ابني يصاب ببلاء، أول معنى أستحضره أنا المركزية للآخرة، يعني وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وبالتالي كل تفكيري ينصب على الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أعاد تعريف المصطلحات بناء على هذه القاعدة، على أن الحياة الآخرة هي الحيوان بالفعل، هي الحياة الحقيقية بالفعل. مثلا في الحديث الذي رواه مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لا ولد له. ترجع لمعاجم اللغة، الرقوب يعني اللي بيموت أولاده في حياته، يموت أولاده في حياته، هذا يسمى رقوبا. فالنبي أعاد التعريف قال الرقوب كل الرقوب من كان له ولد فمات ولم يقدم منهن شيئا. يعني واحد عنده 6-7 أولاد، 5 أولاد، عاش مات قبل أولاده وأولاده عاشوا بعده. مش هذا الوضع الافتراضي العادي عادة أنه الإنسان يموت قبل أولاده، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بفهمك أنه هذا الوضع شاذ، وكأن الأصل أن تقدم شيئا من أولادك في حياتك، إنه الله سبحانه وتعالى يبتليك بشيء من أولادك في حياتك. فهذا هو الديفولت، هذا هو الوضع الافتراضي العادي، والاستثناء أن تكون رقوبا، كأنها نقيصة، شبه نقيصة، الاستثناء أن تكون رقوبا، أن تموت ولم تقدم من أولادك شيئا. فتعليق القلب الآخرة، جعل المركزية للآخرة. أنا كثيرا ما أقص قصة لحظة استقبالي لخبر أن بنتي مصابة بالسرطان على مسألة تتعلق بالآخرة. كان هذا في رمضان، مش الماضي ولا اللي قبله اللي قبله، يعني رمضان قبل سنتين. العبد الضعيف مقصر في العبادة، من روح المسجد نقف في صلاة التراويح، لكن الذهن فيه شرود، المعدة فيها امتلاء ليس كما ينبغي، فقلنا إن شاء الله بنعوض في العشر الأواخر. جاءت العشر الأواخر، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الوضع مش بزيادة. جاءت ليلة 27، خلاص 27 راح نضبط العبادة إن شاء الله. للأسف الشديد عبادة هيكلية دون استحضار ذهن وتحليق روح كما ينبغي. أصبحت صبيحة ذلك اليوم وأنا أقول لنفسي من فعل الله بي فيما مضى أرجو أنه لن يعذبني، وأرجو أن لا يكون ذلك سوى أدب مع الله عز وجل. لكن وجدت مثل هذه العبارة عند ابن الجوزي، أنه العبد مرات بيشوف كيف الله سبحانه وتعالى بيبتليه وبيصبره وبيلطف بي وبيرضيه، بيحس أنه الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يطهره بالنار يوم القيامة، بس مش راكبه. كيف أنا بديش أتعذب وبدي أدخل الجنة وعباداتي بهذه الضآلة وبعض الناس يظنونني شيئا، في شيء غلط. فسبحان الله عمالي بفكر بهذا التفكير إجاتني سارة تقول لي بابا طلع رجلي. طبعا قبلها كانت أكثر من مرة رجلي توجعني، رحنا على المستشفى، عملنا تحليل، عملنا صورة أشعة، ESR CRP فحص سريري، ما فيش شيء. رحنا على دكتور آخر، الدكتور حكى لي هاي بتكون مشكلة في الوتد المثبت، إنه مثبت طريقة خطأ، كان تشخيص خاطئ، وأعملها تمرين علاج طبيعي وأعطيها مسكنات، ما فيش تشخيص. المهم في ذلك اليوم الرجل منفوخة، أخذت على الدكتور نفسه صاحبنا، يعني اعتقدت أنه قد يكون أمكن من الطبيبة اللي أخذتها عليها سابقا.
قال لي لا، هالمرة رجلها منفوخة، روح أعمل رنين مغناطيسي. رحت أعمل رنين مغناطيسي، خلصنا الرنين، طالع أنا وكل اللي في بالي إني راح أقرأ في التقرير تهتك أنسجة، التواء مش معروف، إنه كل حد كاتبين كل شيء نورمال وخلاص يعني، بعدين تروح المسألة لحالها. طلعت الورقة إيمينج ساركوما، بعدين طلع أوسيو ساركوما. المهم أوما في المصطلحات الطبية إيش يعني؟ كانسر. فوقع في نفسي على طول، على طول تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن، إن العبد إذا سبقت له المنزلة من الله عز وجل فلم يبلغها بعمله لا يزال الله يبتليه في ماله وولده ثم يصبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الحمد لله نزلت سكينة، شفت هذا الكلمة المخيفة أوما، نزلت سكينة. فمع السكينة أحسست أن الله أراد خيرا. كيف أراد خيرا؟ أنه بلاء مع تصبير فلعلها منزلة سبقت. طب وهذه قد يقول قائل هالمسكينة شو ذنبها؟ لا تخافوش، الله سبحانه وتعالى سيتكفل بها ويربيها كما ربى أباها. وبالتالي يا جماعة تعليق القلب الآخرة يحل المشكلة كثيرا، يصبر كثيرا. تذكروا أنه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأن الله لعله يبتليك ليري لك درجات في الآخرة. طيب أعجبني أحد الإخوة برضو شخصت بنته بسرطان بعد سنة ونص من بنتي، ففي الأيام الأخيرة بتصل فيه، يا إياد كيف سارة؟ والله يا أبو عصام الوضع مش تمام، والدكاترة بيحكوا الوفاة قريبة. قال لي على كل تذكر أنه يكفي شرفا لك أن الله عز وجل يبتليك بما ابتلى به نبيه صلى الله عليه وسلم. تعرف يا إخوان الكلمة على بساطتها، إحنا كلنا نعرف هذه المعلومة أن رسول الله ابتلي بستة من أولاده وبناته، لكن سبحان الله مرات في كلمة تقع موقعا مختلفا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان الله صاغ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ليكون أسوة حسنة في كل شيء، ومن ذلك أنه أسوة للآباء الذين ابتلوا بأبنائهم. فهذه كانت بالفعل كلمة مصبرة. طيب الآن إخواننا كيف أتصبر على بلاء ابني أو ابنتي؟ من القواعد المهمة أن تعترف وتتعايش مع الوضع الجديد. التعايش لا يعني الاستسلام للوضع الجديد، وإنما تتعايش وتتقبل وتبرمج حياتك على أساسه، وما تعيش حالة الإنكار. كثير من الناس لا بده يهرب من هذه الحقيقة، يتهرب من الوضع الجديد ولا يتعايش. هذا النوع من الناس بتعب وبتعب ابنه معه. يعني ممكن كنت أريد أن أرى ابنتي، أنا بالنسبة لي لما طلع صورة زيك لبنتي أنا برضو كنت أريد أن أرى ابنتي تتخرج في تخصص تكون طبيبة، كنت أريد أن أرى ابنتي داعية، كنت أريد أن أرى ابنتي عروسا. تعرف يا أخواننا جدا جدا بيساعدك أن تقول أنا أردت شيئا وأراد الله أمرا آخر، فخلاص ما حأفكر فيما لو لم يحصل هذا البلاء. اعمل بلوك. سارة شخصت بالسرطان، أراد الله ذلك، تعيش ما تعيش الله أعلم، ما تفكر أبدا بالحالة الثانية فيما لو لم يحصل هذا البلاء. واضح اللي قصده؟ واضح يا جماعة؟ ما تفكرش بالبديل، فيش بديل. ولذلك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه بتريحك جدا. أيضا من الأشياء التي نفعني الله بها جدا جدا لأتصبر، توقع أمر أصعب. الإنسان يتصور هذا البلاء إلى أي حد يمكن أن يصل؟ أيوة. تصور أقصى شيء ممكن تخاف، ترتعب، تلجأ إلى الله، يا رب والله إنه هذا كثير علي، أنا صعب علي. فإذا الله عز وجل لم يوصلك لهذه المواصيل الصعبة تحس بتنفيس وراحة كبيرين. مثلا صار في مرحلة من المراحل في بداية العلاج كان من الخيارات المطروحة بتر الرجل كاملة. بصراحة هذا كان خيارا صعبا، ثم الأطباء قالوا لا نعمل عملية لمس الفاج اللي هو إنقاذ الطرف، ما حيلزم قطع رجل إن شاء الله. قلنا الحمد لله رب العالمين. مرت السنوات، رجع إلى الرئتين، استخدمنا أدوية كثيرة، الحمد لله عملنا عمليتين في الرئتين، عاشت بعدها، وإذا به يعود إلى الرجل. طمعت أنه هالمرة برضو عملية ثانية، قال الأطباء لا، لا أمل إلا ببتر الرجل. من وين يا جماعة؟ من فوق فوق. أنا سرطان كان مستشري لما رجع المرة الثانية. طيب الآن المشكلة في هذه الحالة أننا نبتر وعلى الأغلب على الفاضي، على الأغلب على الفاضي. فأنت الآن بين أمرين أحلاهما مر، تعذيب نفسي يتلوه وفاة باحتمال كبير،
أو إذا تركت البنت دون أي بتر دون أي شيء عملية جراحية فالوفاة محققة. بصراحة كانت فترة عصيبة علينا. سبحان الله لما شاء الله أنه عاود شخصه برضو رجع للرئتين وقالوا لي بالتالي ما في داعي أنه نعمل عملية بتر، حسيت أنه ما عاد لم أعد أوضع أمام هذا الخيار الصعب. لكن عاد لنا الكابوس مرة أخرى بعد فترة، الألام تزداد في الرجل، عرضوها لأشعة طلع سرطان على الرئة وصار يتفاقم في الرجل أسرع من الرئة. وبالتالي أحيانا بلجأوا لشيء بسموه بتر تلطيفي، palliative amputation، يعني أنه مش نبتر على أمل أن يشفى الولد، لا هو ميت ميت، لكن مع ذلك نبتر لأن الرجل أصبحت معيقة لحركته على الفاضي، مؤلمة جدا جدا، كل المسكنات مع ما تقطع فيه، فبتر اضطراري قبل الوفاة. صعبة ولا مش صعبة؟ صراحة صعبة جدا. أنا بديت أتهيأ نفسيا لهذا الخيار وأخاف منه، وكنت أسأل الله ألا أحتاجه. لما سبحان الله لما احتجناش هذا التعذيب النفسي للبنت قبل وفاتها أحسست أنه نفس عني شيء. مثال آخر، كيف أنك أنت مرات تحسب حساب لشغلات بتخوف، بعدين لما الله سبحانه وتعالى يعفيك منها تتنفس الصعداء مهما كان بلاؤك شديدا. في أيامها الأخيرة سارة رحمة الله عليها أرسل لي أحد الدكاترة المحترمين في السعودية، رجل فاضل دارس شريعة ولكن عنده قراءات معمقة في الأبحاث العلمية خاصة فيما يتعلق بالعناية قبل الوفاة. فقال لي دكتور إياد آسف إذا كان هذا البحث وقته مش مناسب بس قد تحتاجه. اطلعت على البحث، خلاصته أن بعض المستشفيات تلجأ إلى خيار تعطي مسكنات وبتعطي منومات علشان الولد أو البنت ما يشعر بالألم والاختناق من سرطان الرئة. الهدف منع الألم والاختناق، العرض الجانبي تسريع الوفاة. وخلاصة البحث أن هذا لا يجوز. طب لا يجوز، شو الحل؟ على المريض أن يصبر، لأنه إذا بتعطي هذه العلاجات بهذه الجرعات العالية وبتسرع بالوفاة شبه قتل، هذا شبه قتل. طب ما عملناش هيك، الولد بيظل يختنق ولا البنت مخنق يوم يومين. وأنا بتذكر لازلت لحد الآن بتذكر لما كنت في صف خامس أو سادس، ولد يمزح معي جثم على صدري يمكن ثانيتين لسه مرارتهم في حلقي، بشعر بألمهم لحد الآن. فتصور أن ولدا ولا بنتا يعاني الاختناق لأيام. فسبحان الله صار في دردشة مع طبيب جاي يزور سارة، وكان رافعين جرعات المنومات والمسكنات رافعينها بشكل كبير. صار دردشة، وهمت من كلامه أن هذا خيار الآن مع سارة، أننا سنعطي جرعات، نحن نعلم أنها تعجل بالوفاة لكن نريد أن نسكن منها الألم، وبالتالي قد يكون مطلوبا مني كأب أني أتدخل وأقول لا عشان حرام والبنت خليها تختنق خليها تعاني. خشيت أنني سأوضع أمام هذا القرار الصعب جدا جدا، وسألت الله عز وجل أن يعفيني من هذا الامتحان، والحمد لله تحريت. طلع مش من سياسة مركز الحسين للسرطان، والدكاترة القائمين على الموضوع الحمد لله أتقى من ذلك إن شاء الله، فما بيستخدموا هذا المبدأ، مبدأ يسموه دبل إيفكت، دبل إيفكت ما بيستخدموا. أيضا أحسست بتنفيس من معاناتي. إذن يا جماعة الإنسان يقول يا ترى إيش ممكن يصل البلاء، فلما ربنا عز وجل يبتليك بهذا القدر بتحس أنك لم تبتلى، أو أن بلاءك مخفف جدا جدا. طيب الآن طبعا أهم ما يصبرني الآن كإياد هو أنني حقيقة بصراحة بنتي حية في كياني، أنا مش حاسة ميت، مش أني لساتني عايش عالم أوهام، لا، لأن الله عز وجل أكرمني بميتة لها جميلة، رؤى مبشرة وطيبة، آثار طيبة في الناس. أنا صدقا مش حاسة سارة ماتت، حاسة سارة سافرت وأنا عمالي بلملم الشنطة ولاحقها. لو لحقت بعد سنة سنتين 10 20 والله مش كثير في حسي وفي كياني. هذا الشعور انه انت مدام حبيبك مطمئن عليه فمش خايف ومطمئن، هذا الشعور تشكل عندي اول مرة لما توفي والدي رحمة الله عليه. توفي والدي ورايحين نجيب جثمانه من المستشفى الاسلامي، وطالع معي صديقي اللي جاي يزورني من برا، انا متجلد وصابر، صديقي بدأ يبكي، مالك يا عبد المجيد؟ قال لي ابوي وامي، هو لبناني، ابي وامي ما بيصلوا، يا ويلي إذا ماتوا على هذا الحال. وصار يبكي، أبي وأمي ما بيصلوا، يا ويلي إذا ماتوا على هذا الحال. لحظتها حسيت بمرارة أن يموت حبيب لك على غير هدى، ولحظتها حسيت بشعور النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو طالب وهو يرفض أن يقول لا إله إلا الله. ومن بعدها يا جماعة صار بالنسبة لي مش مستعد أسيب حدا عزيز علي أشوفه يموت وما أستنقذه من النار، مش مستعد.
مش مستعد أشوف حدا من أولادي يموت في قلبي شيء من سخط أو شك، وبالتالي يكون هذا الفراق الذي لا لقاء بعده. ترى تذكروا في النار في افتراق، لكن في الجنة في اجتماع. أنا بفضل الله تعالى هذا أكثر ما يصبرني، وهذا أعتقد أنه أهم درس نخرج به من هذه الجلسة. احرص أن يموت حبيبك على طاعة، عشان بعدها تصير مهمة سهلة. الحمد لله وصل البلد الجميل، خلاص أنا هيدا ضبط بالشنطة ولم يجيني النداء، بدي ألحق إن شاء الله على خير. طيب الآن قبل ما إحنا تكلمنا إذن عن كيف أتصبر أنا كأب على بلاء ابني أو ابنتي، قبل ما أنتقل كيف أصبر ابني على بلائه، بدي أطرح مقولة أو خاطرة أو وسواس ينقدح في أذهاننا أحيانا، أن تربية ابني تعيق طموحاتي، وبالأخص في حالتنا رعاية ابني المريض تعيق طموحاتي. لا أخفيكم يا جماعة بصراحة، الآن سارة مرضت، طبعا شغلت وقتنا كثيرا، سبحان الله جاء توقيت هذا المرض بعد 17 يوما من البدء بسلسلة رحلة اليقين، سلسلة أنا معول عليها كثير ومعد مواضيع كثير حاب أحكي فيها والحمد لله، ويعني أعتقد سيكون لها أثر بإذن الله تعالى، وحاب أترجمها، ويعني اعتبرتها مشروع حياتي، اعتبرتها ابني السادس وأهم أبنائي. رحلة اليقين، بدأنا رحلة اليقين 17 يوم شخصت سارة بالمرض، طبعا مراجعات تحاليل تصوير بيات المستشفى روحة جيد، طيب على عيني وراسي. بعدين المسألة طولت، كيماوي بيات روحة انتظار مواعيد، أصبحت أدعو كثيرا وأقول ربي اشفي بنيتي وفرغ قلبي لخدمة دينك، اللهم اشفي بنيتي وفرغ قلبي لخدمة دينك. ايش قصدي من هذا الدعاء؟ انه يعني التفكير في البنت والخيارات الصعبة التي قد نتعرض لها والألم النفسي الذي قد تتعرض له بتر ومش بتر، هذا بصراحة بيشوش كثيرا. الإنسان ما بيكون ذهنه صافي للإنتاج والدعوة ما إلى ذلك، والمواعيد والروحة والجية والانتظار ساعة وساعتين وما إلى ذلك برضو عماله يستنزف وقتي، وبالتالي بالحسبة الرياضية أنني بين قوسين أضيع وقتي، أن هذا يعيقني عن الإنجاز. شوف المصطلحات كيف تجيك، وقتي بيضيع مش قادر أنجز، يعني عماله كثير وقت عماله بروحه. فيا ربي اشفي لي بنتي علشان أتفرغ لخدمة دينك. شاء الله عز وجل ألا يشفي ابنتي وألا أسير في رحلتي رحلة اليقين بسرعة التي كنت أخطط وأتمنى وأرجو، وأن تموت ابنتي، ولكن شاء سبحانه وتعالى أن تكون ميتتها فيها دروس وعظات وعبر وأثر أضعاف أضعاف ما كنت أرجو من إكمال السلسلة. يمكن المتابعين فيكم يعني بعض التأثرات، بعض الناس المعلقين وانتشار بعض الكلمات لمسوا هذا الشيء، لمستوه ولا لا؟ انه انا يعني وين كنت راح اوصل لو انها سارة ربنا شفاها؟ بتوقع كنت حاوصل، خلصنا ما يتعلق باثبات وجود الله، ترجمنا ما يتعلق بالدارونية اللغة الانجليزية، ودخلنا في سؤال الشر والالم، راح اطلع انا في الحلقات وانظر واتكلم بشكل جاف اكاديمي انه عليك ان تثق بحكمة الله في البلاء، واذا ابنك اصيب ويعني الله قد ابتلي الاطفال، بدي اتكلم كلام اكاديمي كثير. في اعتقادكم هذا الكلام هل كان سيؤثر مثل قصة وفاة سارة وما تبعها من أحداث؟ أنا ما أظن، ما أظن. فشاء الله أمرا آخر وكان الخير فيما قضاه الله. نكتب السؤال كتاب. سؤال إضافي. تفضل يا سيدي. دكتورنا يعني سبحان الله أحد الزملاء يعمل معي ما أدري إذا يسمعني ولا لا، هو يصرح أنه لا يطيقك لا يحبك أبدا، هو دارويني بحت يعني، لكن بيقول سبحان الله بعد ما رأيت كلمته على قبر ابنته قل اللهم يسأل الله سبحانه وتعالى صبرا وثباتا يعني كما رأى سبحان الله. سبحان الله يعني شوف هذا طبعا يعني بقول هذا تأكيدا على اللي انت قلت الدروس والعبر اللي أنت صراحة تفاجأت. أنا بعرف خصم جدا هذا الإنسان، خلاص هو هيك ما لا يعجب عقلي ما لن يعجبني أبدا وإن كان حقا يعني سبحان الله. والله يجزيك خير. الله يجزيك خير، سبحان الله العظيم والحمد لله. فكان لها من البركات والآثار. نكمل بعد عشان نقطع شوط بس إن شاء الله. بعدين أي إضافات؟ ويمكن يكون جاي جوابها فيما يأتي، تعطيني شوي بس إذا ممكن. طيب الآن في إخواننا، تصور لو أني اشتغلت عن ابنتي وصرت بدي أغرس اليقين في نفوس الناس وأشرق وأغرب، وبدي هذا الكلام يوصل إلى إندونيسيا شرقا وإلى موريتانيا غربا، وابنتي بتموت على سوء ظن بالله عز وجل، تصوروا والعياذ بالله، كيف بدي أحترم حالي في يوم من الأيام إذا ماتت ابنتي على سوء ظن بالله وأنا عمالي بحاول أزرع اليقين في أبناء الناس؟ خلاصة هذا الكلام يا جماعة،
أنه لا أبرك لك من الاشتغال بفريضة الوقت. الله سبحانه وتعالى يحب لك أن تشتغل بطاعة، قل سمعنا وأطعنا، والله ربنا سيبارك، يطرح بركات في هذا العمل اللي تعمله، حتى لو ظهر أنه مضيع على الوقت، حتى لو ظهر أنه مضيع على الوقت. بالحسبة الرياضية أنا يا ترى أجدى أني أنا في عندي عدد كويس على الصفحة أطلع وأكتب لهم مقالات وأعمل لهم فيديوهات، ولا أبلش مع بنتي وأصير أناقشها وأروح وأشرف على أدويتها وعلاجاتها؟ بالحسبة الرياضية لا، مئات الآلاف أولى من شخص واحد. لكن أن تكون صادقا مع نفسك وتعطي كل ذي حق حقه، تحترم حالك أنك أنت تشتغل بما يوجب الله عليك، هذا بنعكس أثره حتى على باقي الناس بإذن الله تعالى. بنتي طبعا كانت بحاجة إلى دعم صحي، يعني أنا أشرف على أدويتها، أجيب لها علاجات من برا ما إلى ذلك، بحاجة إلى دعم نفسي، وهذا الفراغ من الصعب أن يملأه غيري، من الصعب أن يملأه غيري. طبعا في المقابل يا جماعة لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس بصيبه بلاء في ابنه أو بنته متفرغ له 24 ساعة، شو بتعمل؟ بتطلع فيها، متحسر عليها، بدردش معها. لا معلش، مو معلش، لمرحلة من المراحل خلاص ما في إسهام جديد، حينئذ اعمل في الدعوة ودعوة الآخرين والعمل الخيري، وتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح هذا أن يشفي ابنتك أو أن يكون معها ويصبرها ويحسن خاتمتها. فاهمين علي؟ لا إفراط ولا تفريط. طيب طبعا إخوان، هذا يعني ينقلنا إلى موضوع، يعني يؤكد على مبدأ أنه علينا أن نقدم محبوب الله على محبوبات أنفسنا ولو كانت طاعة. أنا سبحان الله هيك مرة بستخرج ثلاث شواهد على هذه القاعدة، أنه أنت تقدم محبوب الله على محبوب نفسك ولو كان طاعة. إحنا أحيانا من قلة إسلامنا لله، من قلة صدقنا في التعامل مع الله، بنكون بنقوم بطاعة معينة ونحن نعلم أنه ليست هذه الواجبة علينا. إحنا الواجب علينا في هذا الوقت طاعة معينة، نلتهي عنها بشيء بطاعة بتسلينا أكثر، بتمتعنا أكثر. الشواهد الثلاثة، عندما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أردت الغزو وأريد أن أجاهد معك، ماذا قال له النبي؟ أحية أمك؟ قال نعم. إيش رد عليه؟ إلزم رجلها فثم الجنة، بتروح عند رجلها الجنة هناك، وش بدك جنة؟ روح عند رجلها. أويس القرني، ما الذي أخره عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وعن يكون صحابيا؟ ما الذي أخره؟ بره بأمه. هذا البر ارتفع به درجات حتى نص النبي على أنه خير التابعين، وأمر الصحابة إذا رأيتم أويسا سلوه أن يستغفر لكم. صور واحد تابعي يستغفر للصحابة. مثال ثالث، جريج العابد الزاهد الذي نادته أمه وهو في صومعته يصلي، يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي. هو هواه مستمتع أكثر مع إيش؟ محلق روحيا مع إيش؟ مع الله، مع الصلاة. لكن الواجب الشرعي عليه كان حينئذ يقطع صلاة ويرد على أمه. ثلاث مرات دعت عليه أمه وبالفعل أصابته دعوتها، ثم الله سبحانه وتعالى برأه من التهمة التي ألصقت به. محل الشاهد أنه إذا أردت أن تكون مسلما حقا لله فتسلم هواك لمراد الله عز وجل، وتقدم محبوب الله على محبوب نفسك وإن كان طاع. طيب بعد هذه المقدمات، الآن ابني هذا الولد اللي عمره 6 7 8 سنوات 11 سنة، كيف إذا أنا صبرت؟ كثير مرات بيقول لك أنا بصبر بس مش متحمل أطلع في نهاية الولد أحكي له أنت معك سرطان، مش متحمل أحكي له رجالك السرطان، مش متحمل أحكي له في خيار البتر، كيف بدي أصبر هذا الولد؟ قدمنا يا إخواني ببعض القواعد والمعاني العميقة اللي تغرسها كوقاية، تغرسها على مدار الأيام. أيوة. لكن لما يصيب البلاء طبعا نعود ونقول رقم واحد القدوة، يراك ابنك صابرا مبتسما، حينئذ بإذن الله ينتقل هذا الصبر والتفاؤل إلى قلبه، ينتقل الرضا إلى قلبه. رقم اثنين، أن تتذكر أن الله أرحم به منك، أوعى تزاود على رحمة الله عز وجل. أنت بس كل اللي عليك أن تضمن وتحكم دورك، تتأكد أنك عمالك تقوم بدورك، لكن اعلم أن الله عز وجل أرحم به منك. ترى جماعة زي ما البلايا ربتنا وربت يعني كثير من أصحابنا، البلاء ربى سارة. أنا بفرق سارة في بداية بلاها عن آخر بلاها. بذكرها لما كانت في البداية مثلا تفوت صلاة، تفوت صلاتين، أذكرها بصلاة تحتاج تذكير، وتذكر أنه في دفاترها اللي قلبناها بعد وفاتها كاتبة في آخر حياتها، يعني في آخر أسابيع أو آخر أشهر، اليوم الحمد لله التزمت بالصلاة. صارت التزم بالصلاة. أتذكر سارة اللي كانت نحتاج نذكرها اقرأ قرآن،
كيف في آخر أيامها صارت هي تلزم نفسها بنفسها بعشر صفحات يوميا، وهي من نفسها تتهجد الليل وحدها وهي في وضع صحي صعب. أتذكر سارة اللي يمكن ما كانش تحمل كثير نخاطبها بخطاب وعظي طويل، كيف هي في آخر يوم في الساعات الأخيرة قبل الغروب يوم الجمعة الماضية تحكي لي: بابا اقرأ لي آيات عن الجنة وحلاوتها. فكما أن البلاء يربينا، البلاء يربي أطفالنا يا جماعة، وبالتالي استحضر أن الله أرحم بهم منا. طبعا كيف أصبر ابني؟ أيضا لابد من تمهيد الإنسان، يمهد الخبر لكن دون كذب. بفضل الله تعالى مرت السنتين ما كذبنا على سارة كذب. بابا أنت في عندك انتفاخ. إيش الانتفاخ؟ كتلة. إيش هي الكتلة؟ بدنا نعمل فحوصات. بالفعل طبعا كان نسبة 99% سرطان، لكن إحنا بدنا نعمل فحوصات. طيب بابا إيش هذا المستشفى؟ مستشفى الحسين. لإيش؟ للسرطان. طب أنا عندي سرطان. إحنا يا بابا بمرحلة فحوصات كمان، هون بيجوا ناس بعضهم ما عندهم سرطان. وبالفعل هيك. المهم تمهيد 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 إلى أن عرفت رويدا رويدا. فضروري ما تفقد مصداقيتك عند الولد، ما تكذب عليه، ولكن في الوقت ذاته أيضا تتمهل وتلقينه الخبر شيئا فشيئا. أيضا توطيد العلاقة، إذا زي ما حكينا قبل شوي، إذا بتوطد علاقتك مع ابنك بصير يصبر علشانك، وبالتالي هاي الملازمة وصرف وقت طويل مع سارة أعتقد والحمد لله كان له دور في توطيد العلاقة. أيضا إطلاع الولد أو البنت على معاناة أطفال مثلهم، على معاناة أطفال مثلهم أو أصيبوا ببلايا أشد. مثلا بتذكر لما سارة كانت تروح على جلسات العلاج الطبيعي في المركز، التقت بعبد الرحمن وأخذنا صورة مع عبد الرحمن. المهم عبد الرحمن بيعمل علاج طبيعي، فبحكي مع والده بفهم إيش القصة. طلع القصة ببساطة أنه عبد الرحمن وهو طفل رضيع حسوا أنه في بصره شيء، راحوا على المركز حكوا هذا الولد عنده سرطان الشبكية والعظم، سرطان بشع اللهم عافنا، بصيب شبكية العين والعظم، إذا أصاب جهة على الأغلب بصيب الجهة الثانية، والمشكلة إذا أصاب ولدا تزداد احتمالية أن يصاب الأولاد الآخرون في العائلة. طيب فعبد الرحمن في الأردن أخذ جلسات أشعة، أبوه طلعه على ألمانيا، فألمانيا حكوا له فيش حل إلا أنه نشيل الشبكية، نشيل العين كلها، شيلوا العين، شالوا العين حطوا له عين قزاز. طيب والعين الثانية إجاها السرطان، ضربوا أشعة ضربوا أشعة العين الثانية، هدأت يعني حموة السرطان وصار مسلك نص تسليكة في العين الثانية. بعدها بشوية إجا السرطان طلع في ركبته. طيب إيش الحل؟ الحل عملية زي اللي تعرضت لها سارة، قص عظم ومفصل صناعي وكيماوي وعلاج طبيعي وما إلى ذلك. الأب هو بيتكلم، أب إنسان عادي بسيط، ما أظن حافظ أحاديث ولا حافظ آيات كثير، إنسان عادي جدا جدا، بقول لي عبارة أنا بصراحة استغربتها، بقول لي: الحمد لله رب العالمين، واحد لما يشوف مصايب الناس بشوف مصيبته ولا إشي. هذا الأب بقول لي: الواحد لما يشوف مصايب الناس بشوف مصيبته ولا إشي. أنا ابتسمت وهزيت رأسي بصراحة من جوا مش فاهم، حكيت له: يخرب شرك، كيف الإشي يعني؟ كيف كل هذا الكلام والإشي؟ طبعا الحمد لله، طبعا الحمد لله، لكن كل اللي بتحكيه هذا ولا إشي. المهم فشافني بتكلم بقال الله وقال رسوله، فحكى: دكتور إياد، عبد الرحمن بسألني سؤال، بقول لي: يا بابا أنا هذا اللي بيحصل معي إذا بصبر عليه إلي حسنات؟ إذا إلي حسنات بصبر، إذا ما إلي حسنات ما بصبر. قلت: تعال يا عبد الرحمن، وحسناته بس، تعال احكي لك شو بيطلع لك يا عبد الرحمن. قعدت معه يمكن 10 دقائق، والولد سخسخ وانبسط على الكلام اللي سمعه عن كثرة الحسنات والدرجات اللي حينالها ان شاء الله. طبعا كل هالكلام صار امام مين؟ امام سارة. سارة طبعا شافت امها زي هيك بالنسبة لعبد الرحمن، وروحت على البيت تحكي لفاروق اخوها عن عبد الرحمن. ايضا بتعمد كل فترة ادور على اشياء من هذا النوع، مثلا قصة عبد الله بنعمة، حدا بيعرف هذا الشاب؟ قصته رائعة، قصته رائعة ومؤثرة، وحكيت للأولاد عنها. طبعا مش بشكل مباشر: تعالي يا سارة ترى أنت بلائك ولا شيء بنس، لا 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 لا، بجيب عرضا، بجيب الأولاد بتكلم عبد الله بنعمة، هذا الرجل الذي كان عاصيا عاقا، لما نزل في البركة وطق رقبته وأصيب بشلل كامل تحول إلى داعية يتنقل به بين المخيمات الشبابية، وكلامه بفت الحجر وبيبكوا منه دعاء الكبار. هذا رجل عبد الله بن نعمة شلل جسمه، أطلق روحه من قيودها. بورجي أولادي كل فترة زي قصة هذا الولد، هذا الفتى غانم المفتاح القطري اللي هو أقل من نص إنسان كما تلاحظون، هذا اللي شايفينه هو كل جسمه،
بس وتعمد هذه الصور اللي فيها شكران لله. هذا الولد فاقد أكثر من نص جسمه وتعرض لعمليات كثيرة جدا جدا، وهي عماله بيصلي ما شاء الله ويوم بإخوانه، وهي طالع عمره كمان. ما بحكي هذا الكلام هي شوفوا كيف طالع عمره مع أنه الله ابتلاه، لا لا، الأولاد سيستوحون هذا المعنى من الصورة مباشرة. بس مع تنبيه يا جماعة أنه ما يكون في مبالغة في عرض هذه القصص حتى ما ندخل الأولاد في جو المرض. أنك صرت مريض وكل اللي حواليك مرضى، سارة كانت لماحة ذكية، مرات لما أعطيها جرعة زايدة من مثل هذه الأشياء تقول لي بابا أنت ليش تحكي لي في هذه المواضيع كثير، أو لما أحاول أهيئها لخبر صعب ليش تحكي لي في هذه المواضيع كثير، فتكون هذه الجرعات متفرقة بين الفينة والفينة. طيب نعود إلى كيف أصبر ابني، كيف أصبر ابني. نستمر، حكينا بعض الوسائل. من الوسائل المهمة الأخذ بأسباب الشفاء إلى أقصاها وإطلاع الولد على ذلك، مهم جدا جدا. قبل ما نبدأ بالوعظ الديني وقال الله وقال رسوله، جنبا إلى جنب مع ذلك تكون ناخذ بالأسباب المادية إلى أقصاها. بنتي بفضل الله تعالى وصلنا لمرحلة بنعطيها أكثر من 20 مادة علاجية في نفس الوقت، لأنه الكيماوي ما حواكش فيها، العملية الجراحية ما استأصلتش كل السرطان، الدكاترة حكوا ما فيش أمل، فصرنا نجيب أدوية من ماليزيا ومن أوروبا الشرقية ومن أمريكا ومن دير علا ومن الصيدليات ومن العصير الأخضر. حصل أحصي أنا أنه في الوقت الواحد أكثر من 20 مادة، وكنت أطلعها على ذلك. استني يا بابا، هاي الدواء اللي من ماليزيا راح يجي إن شاء الله، هاي رايح يسار على دير علا، بتحبي تيجي معي؟ أشعرها بأني أنا ما في سبب مادي ممكن أبذله إلا بذلته. ساعتها لما أجي أحكي لها ومن يتصبر يصبره الله وإلك أجور وإلك حسنات وإلك درجات، بتتقبل ولا ما بتتقبل؟ تتقبل إن شاء الله. لكن لو شافت أنه ابنها أنه أبوها عماله بيخدرها، كانوا بيخدرها بهذه الأحاديث والآيات وهو غير مكترث بها، ما عماله بيعالجها بالعلاجات المادية المطلوبة، في ظنكم تتقبل؟ ما تتقبل. وبالتالي من أهم الأسباب للتصبير الأخذ بالأسباب المادية إلى أقصاها، وفي الوقت ذاته الحذر يا جماعة، الحذر طبعا من وقوع فريسة للمستغلين. تعرفوا مريض السرطان يعني بقرة حلوب بالنسبة لكثير من الناس المنتفعين، بصير فيه خلطات وأدوية ومكملات لم يثبت نفعها، ويدر عليها الأب مبالغ طائلة على أمل الشفاء. لا لا إفراط ولا تفريط، أنا بعالج بأشياء، كنت طبعا أقرأ في الأبحاث، أستقصي أدور إذا كان في أبحاث كلينيكية، حتى لو كان أبحاث على مستوى خلايا مش على مستوى بشر، أبحاث حيوانية، إذا كان في طرف دليل أعطي العلاج، ما في طرف دليل لا، ما راح أصير أشرق وأغرب، أقول هالمال اللي بدي أحطه على أدوية مشكوك في أمرها لا والله أضعه في الصدقات وأرجو من الله بذلك شفاء ابنتي، أو أن يكون معها يصبرها ويختار لها الأفضل لها. طيب طبعا مهم جدا ابنك إذا ابتلي أو بنتك، ما في لحظة من اللحظات تشعر بأنك ألقيت السلاح وتوقفت عن المقاومة والمحاولة. بصراحة في آخر فترة كان أصعب سؤال أسمعه من سارة، بحبش أسمعه، إيش بابا يعني هيك خلاص فيش عملية هيك، يعني فيش طريقة تانية؟ فأنا أتهرب لأي بابا، هي بدنا نحاول، بس يا بابا التزمي بالدواء الفلاني، التزمي بالدواء العلاني. ضروري أنه في كل مرحلة يكون في بصيص أمل، مش أمل وهمي، لا، تعطي علاجات تشعر الولد بأنك تأخذ بالأسباب المادية إلى أقصاها، وفي الوقت ذاته ما نبيعهم أمل وهمي. يعني كانت بنتي تسألني أحيانا أعطيها جواب معوم، جواب مموه، أنه يا ترى أنا بابا في أمل في حالتي ولا ميؤوس من حالتي؟ ما أحكي لا يا بابا أنت حالتك كويسة، لا لا لا، ما تكذب على الولد، ما تكذب عليه، لأنه لما يعرف الحقيقة سيصدم ويمكن تنكسر نفسه مرة واحدة. ولكن إحنا يا بابا بنحاول قدر الإمكان، ما في شيء بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما بحكي لك الوضع سهل، مرضك شرس فإحنا لازم نكون برضو شرسين في الحرب ضده، نستنفد كل الأسباب الممكنة، ما تعطي أمل وهمي، وفي الوقت ذاته ما تشعر باليأس وإلقاء السلاح. طبعا أيضا من أساليب التصبير، أعود للقصة وأهمية القصة جدا جدا. بتذكر لما في مرحلة من المراحل طرح موضوع البتر كخيار في أمل ضعيف لربما ينفع ولو بنسبة 5% إنه ما يرجعش المرض للرئتين، بدي أمهد للبنت فكرة البتر لما كان خيار مطروح، بدي أمهد لها الفكرة، فعملنا قصة. وفي هذه القصة ولد ضاع عن والديه وراح في الهند، وفي الهند التقى برجل، وهذا الرجل رعاه واهتم فيه، بعدين هذا الرجل أصابه الجذام. تعرف الجذام؟ شو بصير في الجذام يا جماعة؟ تتآكل الأعضاء شيئا فشيئا، وهذا الذي أصابه الجذام
أخذوه على المستشفى السلطات الهندية غصب عنه، حطوه في قسم الحجر الصحي، حطوه مع واحد مجدوم أكثر منه على أساس أنه خلص أنتم بنستناكم تموتوا نحرقكم، فيش دفن في مقابر المسلمين. وكان الشخص المجدوم الآخر اسمه عبد الرحمن وسمح الوجه طلق المحية وكان مطمئن النفس، وهذا الرجل مستغرب من سرور نفس عبد الرحمن. قلت لهم فعملي بعطي بالقصة، قلت في يوم من الأيام ظهير اللي هو هذا الرجل المجدوم اللي كان يرعى الولد، ظهير حكى لعبد الرحمن ليش أنا؟ ليش أنا؟ يعني اعتراض حكت سارة فإخواني بحكوا لي إيش فيه؟ تحكي بيعترض على الله؟ حكيت بس الحمد لله بس نجحنا. وصل المفهوم لسارة، شو ما صار فيك إن شاء الله لو تآكلت الأعضاء وانجذم الإنسان وذاب شوي شوي فش يحكي ليش. هي اللي مستنكر هذه الكلمة، وكملنا في القصة والحمد لله الذي أعفانا من هذا الخيار الصعب أصلا. طيب أيضا يا جماعة من وسائل التصبير أن تشغل ولدك وبنتك المصاب أو المبتلى أو المريض بما ينفع، اشغل له وقته وما تخليهوش يفكر بمرضه. مثلا سارة كانت تحب تقرأ روايات لدكتور أيمن العتوم وغيره، يعني لشريحة متنوعة من الروايات، وكانت مرات تحكي لي بابا شوف هون في إشي غلط، بابا هون في تصوير غير مناسب لمسألة معينة، أرفع السماعة يا فلان الفلاني عندي ملاحظة فلانية، بنتي قرأت لك الرواية ونقترح التعديل أمام سارة حتى أشعرها بأنك أنت اقترحتي، اقتراحك أخذ على محمل الجد، وفلان المؤلف بالفعل حكى لي خلص إن شاء الله براعي هذه المسألة في الطبعة القادمة. أعمالها تنتج. إذن من وسائل انك تشغلهم ايضا مثلا اخذها صدقات، وهذه بصراحه قصرت فيها. انا عمالي بحكي لكم اشياء عملتها واشياء اطلب منكم تعملوها او تنصحوا بها اذا ابتلي احد بابنه او بنته، انه يشغلهم بالصدقات، انه مش بس انا محط اشفاق او رعايه الاخرين، انا عمالي برع الاخرين وبعمل فرق في حياتهم، وهذه مهمه جدا. ايضا كنت اشجعها تذهب للمدرسه. طبعا كثير مرات تصحى تعبانة مرهقة، بارح ماخذة كيماوي رجلها بتوجعها، تحكي لي بابا أنا تعبانة وخايفة رجلي يصير توجعني في المدرسة. تحكي لي بابا أنا ما راح أجبرك بس أنا بفضل كثيرا تروحي، وفي حال رجلك أوجعتك بنشوف لك حل، بنجيب نبعت تاكسي، هاي خذي معك المورفين إلى آخره، عشان بتحبني ومش حابة تكسر خاطري تطلع وهي كرهانة تطلع، وأنا بطلعها وهي كرهانة تطلع. ليش؟ ما ظل عايش في جو المرض ومرضي ورجلي ما لدى، لا تطلع المدرسة وتعيش أجواء في المدرسة. أيضا الإشعار، إشعار ابنك بأنه يستطيع الإنجاز ومكافأته على ذلك. طلبت سارة مني موبايل، سارة تطلب موبايل من شهور وأنا أحكي لا لا إلا إذا أنجزتي، طبعا في البداية في سن معين لا وبس، طب مريضة حتى ولو لا وبس، بعض من حولي يتدخلون لا مش مناسب لسنها. بعدين حسيت عندها نوع من الحصانة، عندها نوع من القراءة الناقدة، هي نفسها تيجي تحكي لي يا بابا أنا شفت على التاب، شفت على الكمبيوتر، شوف الشغلة الفلانية، عندها حس ناقد. قلنا ممكن نجيب الموبايل، سارة احفظي الصفحات الفلانية من القرآن وإلك موبايل. حفظت وصارت تسمع لي، أنا مفكر هذا تسميع أولي يعني، وإذا بها قصد هذا هو التسميع النهائي وما كان تسميع ولا بد. فأي بابا جيب لي الموبايل، قلت له لا فيش موبايل، تسميعك مش بزيادة. طب أنا والله ماني حافظ. قلت له أنت فيش لك موبايل. طبعا خليلي والبنت خليلية أبا وأما أيضا، تعرفوا الخلايا اللي مشهورين بإيش، هذا من مؤاخذة شوي العقل صلب. فأحكي لها يا سارة خلص قللت لك عدد الصفحات، والله ما راح أحفظ، إذا هيك ما بدي أحفظ. الآن أعجبني في سارة حاجة، بدهاش تحفظ لكن في الوقت ذاته ما انقطعت العلاقة مع القرآن، صارت تقرأ لحالها تتهجد لحالها. اللي انت بدك تفرضه علي انا بديش اسمع كلامك، ما دام هيك ما بديش اسمع، لكن انا هذا لا يعني اني بديش اتعلق بكتاب ربي، انا راح اقرا قران وبدي اتهجد مش علشانك. فانا طبعا في النهايه نخيت، قلت لها طب احكي لك يا ساره انت عشانك ما شاء الله عليكي تقرا قران، خلص قررت اجيب لك موبايل. فمحل الشاهد يا جماعه انه ما يكون في دلال زائد، وانما دائما انه في نوع من الضغط عليهم، انه مطلوب منك تنجز، مطلوب منك تعمل، ما تعيش في مرضك وستكافئ على هذا الانجاز. طيب برضو ملاحظة، إذا حدا عرف ولد مبتلى نصيحة أنه يكثروا من مسألة الاحتفال، الولد وكأنه في هذه المرحلة بصير بده تعزيز بأنه أنا أنجزت وهي أهلي بيحتفلوا بي. يعني سارة كان على عمقها وذكائها كان طلبات غريبة، مثلا خلصت الكيماوي وهي تعلم أنه الكيماوي ما نفعهاش أو بالأصح ما شفهاش، مع ذلك تعاتبنا كانت لآخر لحظة أنه ما عملتوش حفلة.
خلصت الأشعة، الأشعة ما كانتش شفائية، كانت تلطيفية لتقليل الألم. بتعاتبنا ما عملتوش حفلة. طيب بابا حنعمل حفلة بس الأمور تصير سريعا. يعني في أيامي الأخيرة تحكي لي، وطبعا بنفسها ضيق ولسان ثقيل من كثر الأدوية، تحكي لي أنا عارف كل هالإشي راح يعدي، برضو ما راح تعملوا حفلة. الآن محل الشاهد يبدو الأولاد في هذه المرحلة علشان نزهر في صحراء معاناتهم بيحبوا الاحتفال حتى ولو كان بأشياء ما بتستاهل. فلا، أنت حاول تفتعل معهم إنجازات صغيرة وتحتفل بهذه الإنجازات الصغيرة. طيب طبعا بالمناسبة مدرستها سارة مشكورة مثلا كافأتها وكرمتها لأنها كانت أفضل طالبة في اللغة العربية في مرحلتها، وهذه لفتة لطيفة من المدرسة. طيب نستمر في عناوين سريعة. كيف أصبر ابني؟ أنا إخواننا في المرحلة الأخيرة حرصت أنه سارة تنضم إلى دورات شرعية نفسية، مش بس حفظ قرآن وأحاديث على أهمية هذا الكلام، لا، بناء شخصية. كيف تعتز بشخصيتك؟ كيف يكون عندك حصانة من الأفكار الدخيلة على البنت المسلمة؟ حرصت على دخولها في هذه الدورات، وكان في اعتقادي هذا أهم لها من الطعام والشراب، ولا يقل أهمية عن العلاج البدني، لأنه الدكاترة كانوا حاكيين مسألة اقتربت الوفاة حتمية. وبالتالي يهمني جدا أنه لما الله سبحانه وتعالى يسترد وديعته التي أودعها عندنا أن تكون سليمة القلب لله، حسنة الظن بالله، مشتاقة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا الأكل بيجيبه ولا العلاج بيجيبه. شو اللي بيجيبه؟ قال الله وقال رسوله دورات شرعية. وبفضل الله تعالى كان عنده حماس للانضمام إلى هذه الدورات حتى مع صعوبة وضعها الصحي. ولنتذكر يا جماعة أن الحرص على علاقة ابنك بالله مش هتنفع الله سبحانه وتعالى، هتنفع أول من تنفع ابنك، هذا هي اللي هتكون مصدر طمأنينة ويقين وراحة وسرور لهذا الولد. ولذلك تستغرب حقيقة من بعض الآباء اللي يعني بيخلي هذه في آخر أولوياته، بركز على الجانب العلاجي والطعام والشراب والدراسة المدرسية. ابنك هذا، وقد ينحرف الولد سلوكيا، ابنك هذا إذا تعرض لبلاء من هذا النوع راح ينهار، ممكن ينهار وتكون قد أديت به إلى تعاسة الدنيا قبل الآخرة. طيب طبعا أيضا حرصا على علاقتها بالله ما كان في تهاون بالصلاة، تذكير مستمر بالصلاة وفي الوقت ذاته، عدم تكليفها ما لم يكلفها الشرع به. سارة صليت يا بابا؟ صليت. لا ما صليتش، تعبانة. طيب يا بابا حتى لو تعبانة صلي وتيممي، بإمكانها تتيمم بالفعل، إذا مش قادرة تتوضأ تيممي، تتيمم أحيانا وتصلي. بفضل الله تعالى وصلت لمرحلة متألمة جدا، كان جيها نوبات حرارة، جسمها راخي، حيلها مهدود، ألم عام، ألم السرطان، لم يفور فوراته ويهجم هجماته، ومع ذلك تقول ما صليت العصر دي أصلي، إذا نطلعها المستشفى تصيح أثناء الصلاة من الألم وتستمر في صلاتها. صار في حرص على الصلاة. نعيد ونؤكد، احرص على علاقة ابنك بالله لأنها المنجاة الوحيدة في مثل هذا الموقف. طيب في آخر فترة، ليش بحكي لكم يا جماعة البلاء بربي، سارة من شهور كان حلمها تطلع على تركيا. مرحلة من المراحل لما الدكاترة حكوا خلاص فيش علاجات والأمور يعني ميؤوس منها، سارة نطلع تركيا، حكت إذا مع ماما وإخواني، لحالي ما بدي أطلع. والله يا بابا الآن صعب، إخوانك في الدوام، أنا دوامي يسمح لي، دوامك بيسمح لك، إخوانك في الدوام صعب، لا بديش أطلع. آخر فترة، آخر أسابيع، بابا نطلع على تركيا، لكن بدي أطلع عمرة، شو بدي أروح أسوي في تركيا؟ أنا بدي أتقرب إلى الله، أنا بدي أتقرب إلى الله. وبالفعل عمها الله يكرمه، أنا صعب أطلع لتركيا، عمها استعد يطلعها على تركيا، لكن الطبيب حكى لا الوضع لا يسمح. طيب أيضا من مسألة الحرص على توطيد العلاقة مع الله، الآن سارة كانت حكيت هي غير مكلفة وتوفيت غير مكلفة والحمد لله، مرحلة المراحل كانت لابس الإشار، تحكي لي بابا أنا بعد ما خلص الكيماوي راح ألبس الجلباب. طيب تمام، خلص الكيماوي، الكيماوي لم يعطي النتيجة المرجوة. تذكير بسيط، ايش يا ساره مش حكيتي بعد الكيماوي؟ ماشي، ولبست الجلباب والحمد لله. الان هذه توطيد العلاقه مع الله، كثير من الاباء بيقول لك مش بكفي اللي فيه، بكفي الهم اللي فيه، وكانه اذا وطد العلاقه مع الله بالحرص على الحياء والحجاب والصلاه والدورات الشرعيه وقراءه القران، وكانه هذا هم. لا والله، بل هو الحبل المتين الوحيد الذي يمكن ان يتعلق به الابن في هذه المرحله. طيب انا قررت اخلص، إذا مليتوا يعني سامحونا. كم الساعة؟ نص إلى خمسة؟ ستة نص إلى خمسة، تتحملوا لكم شوية معنا. طيب خلصنا هذا المحور، يعني بعض النقاط السريعة، وسامحوني يمكن ما في ترتيب الأفكار كما ينبغي.
لكن إن شاء الله يكون فيها فائدة. تبقى عندنا محوران. المحور قبل الأخير، التنبيه على أخطاء في التعامل مع الولد المبتلى، رأيناها كثيرا في من حولنا. أول حاجة الدلال الزائد. الدلال الزائد، دكتور عبد الرحمن ذاكر اتصل في مرحلة من مراحل، صاحبنا هو معالج نفسي، طبيب نفسي، وبيعمل دورات جميلة ونافعة. بقول له الوضع بالنسبة لسارة كذا كذا كذا، بماذا تنصح؟ قال لي احرص ما تميزها في التعامل، ما يكون في دلال زائد هذا بضرها، لكن في الوقت ذاته خليها تعبر عن عاطفتها. احكي لها بابا متضايقة ابكي. احنا طبعا يعني كما يقال نقتل إنسانية أبنائنا بعبارة اوعى تبكي عيب. لا مش عيب، لا مش عيب، النبي كان يبكي. فقل له يا بابا انت متضايقة ابكي، بابا اذا حابة تروح عن نفسك بدك تسافري بدك ناخذك مشوار انا حاضر. وهذا كنت افعله معها الحمد لله، يعني حاول نطبق هذه القاعدة. من الاخطاء انه بيصيروا في هاي المرحلة يعطوا الولد كل شيء بيطلبه، بدك كتاب خذ لك كتاب، موبايل خذ لك موبايل، لعبة خذ لك لعبة. لا، تبقى القواعد التربوية السليمة منطبقة لآخر لحظة. أنا كنت أحكي لسارة وإخوان سارة ترى أنا مش جايب لك كتاب لأني حريص عليك في هاي المرحلة، مش معطيكي خط يسار لأني حريص عليك. في كثير آباء يا بابا، بابا بدي كتاب بدي موبايل بدي موبايل بدي موبايل، بنقل راس الأب 24 ساعة. الأب منشغل بطموحاته، بلايكاته وشيراته، ببوستاته، بشغله، بعلاقاته الاجتماعية، بده يخلص من الولد ودوشته. بدك كتاب خذ كتاب وحل عني، بدك خط خذ لك خط موبايل وحل عني. هل هذا دليل محبة؟ لا. كنت أحكي لهم أنا ما عمالي بعطيكم اللي بدكم إياه لأني بحبكم وحريص عليكم. أيضا مثلا سارة في ملحر المراحل تحكي لي بابا بدي أفتح حساب فيسبوك. لا بابا. بدي أفتح يوتيوب. لا بابا. طب ليش لا؟ قلت لها اعملي محتوى هادف وعلى طول أنا بفتح لك أحلى يوتيوب. أما قبل هيك فتحت يوتيوب شو بدك تعرضي فيه؟ زي البنات اللي تحكي عنهم. أنت نفسك يا بابا دائما تنتقدي بدول البنات. فرقت شعري اليوم يا جمهوري على اليمين، فرقت شعري اليوم على الشمال، طليت أظافري باللون الأحمر، طليت أظافري باللون الأزرق. أنت يا بابا مش هيك أكيد، إيش راح تقدمي لجمهورك إذن؟ ففي آخر حياتي رحمة الله عليها، بابا افتح لي قناة يوتيوب. إيش بدك تعملي فيه؟ بدي أعطي محاضرات عن إيش يا سارة؟ أنت انتقي الموضوع، إشي بيأثر في المجتمع. قلت لها تعالي، إيش رأيك نتكلم عن هدف من الحياة؟ طيب كويس. جلستها جنبي، محاضرة كنت أعطيتها في مدرسة وفي جامعة، قلت لها أنا بعطيك المفاهيم أنت بسطيها بلغتك وأعطيها للناس. كويس؟ آه كويس. وأنا بشرح لها عن الهدف من الحياة، عينيها لمعت في بعض المفاهيم اتفاجأت بها. قلت لها يا بابا أنا مرة عملت حسبة، لو حسبنا الحياة الدنيا اللي الإنسان بيكون فيها صاحي مكلف، يعني العمر 70 سنة بيكون صاحي مكلف 40-45 سنة، قارناها بيوم القيامة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه 50,000 سنة، تعرف كم يا سارة تطلع النسبة؟ كم يا بابا؟ 1 لـ 1500. تصوري حالك دقيقة بتضيعيها على الفاضي راح تتأثري بالشمس 1500 دقيقة، يعني يوم في يوم القيامة. دقيقة بتعملي فيها لله سبحانه وتعالى ستظلك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. تصوري يوم كامل مقابل اليوم 1500 يوم. هي نفسها تفاجأت بهذه المفاهيم وصارت متحمسة جدا انها ايش؟ تبثها للآخرين، تبثها للآخرين. فمحل الشاهد انه ما مش كل شيء بيطلب ابنك منك او بنتك في هذه المرحلة تحت عنوان مو خلاص ما هو مسكين ما هو راح يموت اعطي، لا ما تعطي، خلي في هدف دائما موجود لابنك او لبنتك. طيب ايضا بتذكر مثلا في احد المواقف كنا في المستشفى، اجونا ناس نشاطات اجتماعية حكوا ابو سارة عندك مانع فلان الفلانية الطفلة تزور سارة. مين هي الطفلة؟ طفلة بتغني. قلت لهم والله خليني اشوف انها الطفلة اللي بتغني. دخلت على الانترنت طلعت مش طفلة وطلع وضعها مش مريح، يعني انا مش لا اقبلها قدوة لابنتي ولا حابة تزور بنتي بصراحة بغض النظر مين هي. المهم دخلت الحمام ولا وانا في الحمام بسمع صوت، طلعت من الحمام واذا بها هاي الطفلة اللي مش طفلة جاية مسلمة على سارة وتركت لها هدية. ايش هذا يا سارة؟ اجت البنت. انا بصراحة عملت شر وكيف تجيبوا فلانة من غير ما اسمح لكم وهات يا سارة الهدية رجعها. طب يا بابا شو دخل الهدية؟ لا دخل الهدية. جزء من انكارنا لهذا المنكر بدناش منهم هدية. صار خصام وزعل وزعلت سارة. كأب عطوف ممكن بكفيها اللي فيها وخلي الهدية معه. لا، موقف تربوي يجب أن يسجل، لازم تتعلم البنت في مثل هذا الموقف. ونحن ننكر المنكر وكل ما يأتي من طرف هؤلاء بدناش منهم أي جميلة. أخذت الهدية رحت رجعتها وزعلت سارة.
مر اليوم، كنت أنا بيات عندها ذاك اليوم، حنحنت عليها، حست هي بغلطها، نادتني بابا تعال. نعم، قرب قرب قرب، بوس كالعادة، خلص انتهى الموقف عند هذا الحد. فما تخلي إشفاقك على الولد يمنعك من القيام بواجبك التربوي المطلوب منك. طبعا للأمانة إدارة المستشفى يعني اتخذت بعد ذلك أعتقد إجراءات بحيث ما يتكرر هذا الموقف. طيب، من الأخطاء الحاصلة زي ما حكينا قبل شوي، إعطاء أمل وهمي للولد، يكون واضح أن الأمور تتجه نحو الوفاة ونوهمه بأن الأمور تمام. هذا كذب، وهذا عواقب نفسية وخيمة. وفي الوقت ذاته أنا احترت كثيرا في أني أوصل الفكرة لسارة ولا ما أوصلها، أنت يا بابا موتك أصبح وشيكا. وبصراحة اتصلت دكتور عبد الرحمن ذاكر، اتصلت بدكتور محمد بشناق، اتصلت بدكتور يوسف مسلم، اتصلت بدكتورة نسيت الآن اسمها، بسأل هذا السؤال يا جماعة، طبيا الأمور محسومة، أليس من حق ابنتي أن تعلم هذه المعلومة عشان تعيد برمجة حياتها على هذا الأساس وخلاص تبدأ تتعلق بالآخرة وتعمل الآخرة؟ ردهم كان مختلفا عن تصوري، والجماعة المذكورين إجمالا دينهم مرضيا، يعني من ممتاز إلى مرضي إن شاء الله، وبالتالي بتكلموا عن علم نفسي ومن خلفية شرعية جيدة إجمالا. فكان جوابهم جميعا أنه لا لا، ما تفاجئ البنت بهذا الخبر ولا حتى تمهدلها لهذا الخبر أنه أنت موتك أصبح قريبا. هي عرفته لحالها، عرفته، سألت جاوب أجوبة بعيدة، لكن ما في داعي، ما بتعرف العواقب النفسية. وأعتقد بصراحة هذا هو كان القرار الصائب، ما بعرف إيش كان ممكن يأثر الخبر عليها لو حكيت لها. الأولاد سبحان الله الروح غالية يعني، وعندهم دفاع للحياة، وأعتقد مبكر على هذا السن أنه بدنا التعلق بالآخرة والاشتياق إلى الآخرة، هذه المفاهيم تيجي يعني، إجت والحمد لله على الخفيف في اللحظات الأخيرة، لكن ما في داعي أنك ابنك تفجأ بمثل هذه المفاهيم والله أعلم. ويعني هذه قضايا حقيقة ينبغي أن يسأل فيها أهل الذكر في هذا المجال، أهل العلم في هذا المجال. طيب، طبعا أحيانا في تعاملاتك مع ابنك ممكن تقسو عليه في لحظة من اللحظات، ممكن تخطأ معه في لحظة من اللحظات. بتذكر مرة عصبت على سارة لأنه بضل هي أخوها اللي أكبر أصغر منها بسنة، روسية كما يقال، فمرة عصبت عليهم الاثنين فبكيت. وضعها الصحي متدهور في الأسابيع الأخيرة، فحاولت التعويض، رحت عملت درع ثاني يوم وكتبت لها عليه سوسة قلبي وحبيبة روحي وأشبه أولادي بي، أنت مصدر سعادة واعتزاز لي بما أتاك الله من روح طيبة ونفسية منشرحة ورضا وقوة أمام كل الظروف، محبك حتى النخاع إياد قنيبي. جبت لها الدرع، كيفت عليه وبرضه باستني، ومرت الأمور وراحت الزعلة والحمد لله. فمحل الشاهد، مرات بتغلط، حاول تعوض الغلط سريعا. طيب، أخيرا يا جماعة، التنبيه على أخطاء في التعامل مع والدي المبتلى بل ومن يبتلى عموما. يعني مرات في سلوكيات من بعض المحبين والإخوة والمقربين معك أنت كأب تجرحك، بتضايقك، بل وبتضايق الولد وبتضايق أي واحد مبتلى فينا. من سلوكيات المؤذية بصراحة إظهار الشفقة الزائدة. يعني أنا والحمد لله ربنا منزل علي سكينة، الحمد لله رب العالمين، ربنا تدرج فينا ببلاءات، وبالتالي الواحد تعود وخلص علقنا أنه إن شاء الله نلتقي في الجنة. بيجيك بعض الناس يقول لك والله أنا عارف أنه أنت بلاءك شديد وصعب جدا، ولكن أصبر واحتسب. هذه المقدمة بلاءك شديد وصعب جدا ترى مؤذية، مؤذية. بعض الناس بيجوا يزوروا، مثلا يزوروا البنت، بيطلعوا إليها نظرة إشفاق، تقتلها وتقتلني، تؤذيها وتؤذيني. لدرجة أني وضعت ورقة على باب الغرفة، زوارنا الكرام الله يجزيكم الخير ويكثر خيركم على الزيارة، لكن رجاء مراعاة القواعد التالية: عدم النظر بتعاطف زائد إلى سارة، هذا يؤذيها ويؤذينا. محل الشاهد يا جماعة، خلي يكون إيجابي. أنت لو تعرف واحد مبتلى ما تبدأ بهذه المقدمة والله أنا عارف بلاءك صعب، أنت بتحكيها من قبيل التفهم. لا، احكي له عبارات مثل: فكرك الجنة بلاش، تذكر أنت عمالك تبتلى في سبيل من، ألا إن سلعة الله غالية، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قبلك، الله أرحم بك من نفسك، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما زار الرجل العجوز فحكى له: لا بأس، طهور إن شاء الله. نقلش والله أنا عارف أنه أنت بلاءك شديد وأكيد الحمى هاد حيلك، شو بدك تسوي؟ لا لا بأس، طهور إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى رجلا جاي معه الولد ومبسوط على الولد، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، بحبه يعني حتى النخاع. غاب الرجل، غاب الرجال، وين فلان؟ قال: يا رسول الله، توفي ولده.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافه جبر بخاطره وقال له: ألا ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده؟ قالوا: يا رسول الله، له خاصة أم لنا؟ لكلنا. قال: بل لكلكم. شوف كيف يعني سبحان الله، استبشار تذكير العوض من الله سبحانه وتعالى. بعد بأكد الناس اللي كانوا يظهروا تعاطف كانوا صادقين، فمحل الشاهد لا نتجلد ونصبر وما نتكلم بطريقة ممكن تؤذي الولد أو والديه، خاصة أن الولد أحيانا قد لا يستطيع التعبير، لكن هذا الكلام بيؤذيه نفسيا. طيب أخيرا يا جماعة، بعد ما تكلمنا في هذا الموضوع، أود أن أذكر بعض الملاحظات من قبيل الإنصاف. أولا، الله عز وجل قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أقول هذه الآية حتى ما يظن أنه إياد صنع هذه القصة. إياد ثبت بنته لا والله، وما بحلف تواضعا. اللي بصير يا جماعة أنه ساهم كثيرون في صناعة هذه القصة، اللي إن شاء الله كانت قصة مؤثرة وناجحة، قصة وفاة ناجحة وهادئة وفيها عبرة. ساهم كثيرون جدا في صناعتها، من الكادر الطبي العلاجي التمريضي، من أصدقاء العائلة، من أقربائنا المقربين، أخي، والدتي، يعني أهل زوجتي، الكل ساهم، حتى أنتم بدعواتكم المخلصة والصادقة إن شاء الله ساهمتم. زي ما حكينا في أحد المقاطع اللي نشرناها إنه دعواتكم ما راحت هباء، الله سبحانه وتعالى أحسب أنه استجابها في أن يجعل نفسية هاي البنت طيبة مطمئنة وتموت بهذه الطريقة التي كان فيها بركة وعبرة للناس بفضل الله تعالى. يعني هذا من قبيل نسبة الفضل إلى أهله. بعود بأكد، بعض الناس بيقول لك: آه والله ما شاء الله عليه بتواضع. إذا ظلك تحكي فلان بتواضع، تحرم نفسك من أن تقتدي. خلص، فلان ما شاء الله عليه، وين نصل لهذا المستوى؟ لا توصل لهذا المستوى، لأنه فلان لا شيء بنفسه، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. هي بس المسألة أنك تضع أولادك في بورة تركيزك، تعلم خطورة تربيتهم، خطورة أن تهمل تربيتهم، وعظم أن تهتم بهم وتعطي كل ذي حق حقه، وتستعين بأهل الخبرة والاختصاص، وتستعين قبل ذلك بالله سبحانه وتعالى. الله سيقيد لك من أهل الخير من يسندك ويدعمك نفسيا ومعنويا، وبإذن الله تسير الأمور بسهولة. فهذا من قبيل نسبة الفضل. أنا يعني صراحة ما بحب لما يعني حتى لما أكتب مثلا على الفيسبوك أنه بشكر من ساعدنا في هذه القصة، ما بحب أذكر أسماء، لأن الأسماء أصعب من أن تحصى، والله أصعب من أن تحصى. بس أعطيكم موقف واحد مؤثر حصل قبل أسبوع بالضبط من الآن في مثل هذا الوقت، وحقيقة يعني في أمة محمد خير كثير. وأنا كثير بشمئز عدم مؤاخذة لما بعض المواقع الإخبارية بتعمل لك أيقونات للإنسانية، أيقونات للرحمة والحنان من خارج أمة محمد، وكأنه عدمت أمة محمد النماذج. لا والله، عندنا نماذج بتشرف البشرية كلها. بذكر موقف واحد حصل بالضبط مثل هذا الوقت الجمعة الماضي. سارة في يومها الأخير الله أعطاها صفاء ذهن، حتى سمعت الدكتور وأنا طالع، دكتور لطيف محترم، تحكي للممرضات: أعطيناها أحلى جرعة مش كاين تنام، وكأن الله أرادها ما تنام، وتحكي الكلام الحلو اللي حكته. أعطوها ميدازولام منوم بأعلى جرعة، أعطوها فنتانيل دواء أقوى من المورفين جرعات عالية، أعطوها أدوية أخرى، المهم يعني هالوبريدول، أدوية كثيرة، مش كانت تنام وبتحكي كلام حلو. وخلاف ما توقع الأطباء، بيحكوا لنا في هاي المرحلة مرات بيكون مريض زي المنفصل عن نفسه، بيحكي لك كلام بس هو مش مستوعب، ولا لا كانت مستوعبة تماما، يعني حالة غريبة. فبتذكر تحكي: بابا أنا حابة كلكم تكونوا حوالي، نادي ماما ولين ولوجين أخواتها، بدي أروح عند الشباك وتكونوا حوالي. بحكي للممرضات أخواتنا الكريمات: البنت حابة إنها تروح عند الشباك، ممكن نزلها على السرير على الكرسي. طبعا هذا إجراء رئيسي، ثلاث مضخات الأدوية لازم تنقل معها بإبرة، الأكسجين لازم نعمل أكستنشن لأنه محطوط على كمامة لا تستطيع الاستغناء عنها ولا دقيقة، فيعني عملية طويلة عريضة. الله يكرمهم ويجزيهم الخير وأرجو أنهم يسمعوني، وسأبقى أدعو لهم ما إن شاء الله، مع أنهم يعني ثنتين من آلاف أسهموا، لكن مرات اللي يعني عمال بخواتيم يعني. الله يكرمهم ويجزيهم الخير، ما بتتصوروا اللهفة اللي كانت عندهم عشان يحققوا أمنية سارة. لهفة شديدة، يعني الممرضة لا بس خليها على سريرها عشان يمكن على الكرسي تتعب أكثر، هي بنحرك السرير، شالوا العفش وصاروا يحركوا السرير، ما زبطش الوضع، بدنا إكستنشن، طيب بروح أجيب إكستنشن، راح أجيب إكستنشن، ضعف الضغط تبع الأكسجين، سارة تعبت، بدي أروح أجيب كمامة ثانية، راح جابت كمامة ثانية، الممرضة الثانية ما زبط الكمامة، بدي أروح أجيب كمامة أخرى يمكن تكون أحسن،
ما الهفات راح جابوا استواني بأي طريقة بدهم يحققوا أمنية سارة أن تكون عند الشباك في لحظة الغروب. خير كثير وعميم رأيناه من أناس والله ما أستطيع أن أقول إلا الله يجزيهم الخير، ما راح أستطيع أسدهم جميلهم أبدا أبدا، بس بقولهم إلى يوم القيامة راح أبقى أقول الله يجزيهم الخير ويجمعهم بأحبابهم في الجنة. فمحل الشاهد يا جماعة أنه مثل هذه القصص يساهم في صناعتها الكثير، يساهم في صناعتها الكثير. وآخر ملاحظة، لاحظوا إحنا لما نتكلم عن تربية الأولاد والتنمية البشرية وتنمية النفس، كثيرا ما يؤتى بنظريات لدكاترة غربيين، علماء نفس شرقيين، مؤلف كتاب غربي مش عارف إيش، وصار فيها مبالغة بطريقة مزعجة. يعني أحيانا بسمع محاضرة في المجال الإلحادي، المحاضر رجل فاضل ومحترم وله نتاج طيب، يأتي ليدلل على قضية عقلية سلقية فطرية بدهية يعلمها الصغير، فيقول وكما قال الفيلسوف البريطاني فلان الفلاني. لا لا عمي، بداش فيلسوف ولا بدها بريطانيا ولا بدها مؤلفات. وبالتالي محل الشاهد إذا لاحظتوا، هل اليوم ذكرنا طوال المحاضرة مبادئ غربية؟ ذكرنا مؤلفات غربية؟ ذكرنا علماء غربيين؟ ذكرنا شيء من ذلك؟ كما قال عبد الله بن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ما بحكي العلوم الإنسانية بدعة، لكن بدنا نشعر بأن الله سبحانه وتعالى أغنانا وأثرانا وكفانا بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونتاج العلماء المباركين إلى يوم الدين. طيب يعني أنا أعتقد كل اللي ساهموا مساهمة إيجابية في 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 قصة سارة رحمة الله عليها وفي الأثر الطيب فيها، قصارى ما تعلموه، العلم اللي احتاجوه عشان يصنعوا هذه النفسية الراضية وتنختم القصة بهذه الخاتمة الجيدة، كل ما تعلموه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول وأهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم كل مسلم رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، كل رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو كذا أو كذا أو كذا. بحكي هذا الكلام مرة أخرى للتأكيد على كفايتنا كأمة إسلامية، اكتفائنا بمصادرنا، إمكانيتنا بإذن الله أن نصبر، نصبر أبناءنا دون حاجة إلى الاستيراد والاستعارة من مصادر أخرى. ويمكن نكتفي بهذا القدر. والله يجزيكم خير ويبارك فيكم على حسن الاستماع، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.